السلام عليكم. الفيديو الثالث من فيديوهات الانتستين هنتكلم ان شاء الله عن الكونجنتال انومالي اند انتستينال تي في. الكونجنتال انومالي هنتكلم ان شاء الله عن الانتستينال اتريزيا، الانتستينال دوبليكيشن، ميزنتريك سيست، المال روتيشن، الميكونيوم ايليوس، فولفولس نيوناتورم، انومالي اوف فيتيلو انتستينال داكت، هيرش سبرونج ديزيز، الميكل دايفرتيكولا. طيب اول حاجه معانا الانتستينال اتريزيا. يعني كلمة انتستينال اتريزيا العضو الذي لا يستعمل يضمر، بمعنى بيحصل فولفولس او انتسسبشن، فبيحصل انترفيرنس مع البلاد سبلاي بتاع جزء معين من الانتستين. يعني مثلا نبص على الصورة دي كده هلاقي ان جزء من التيرمينال اليوم بقى عامل زي الفتلة، بقى حصل له ضمور. ليه؟ اصل الميزنتريك ارتري اللي بيعمله سبلاي، الميزنتريك ارتري اللي بيعمله سبلاي، الحته اللي بتغذي المنطقه دي اتقفلت. الميزنتريك ارتري ده اتقفل ليه؟ عشان حصل فولفولس انتسسبشن. يبقى الفولفولس والانتسسبشن عمل ايه؟ عمل انترفيرنس مع السبلاي، فالميزنتريك ارتري او البلس سبلاي اللي رايح لجزء معين من الانتستين اتقفل، فبالتالي الجزء ده هيموت، يحصل له نيكروزس، اسيبتيك نيكروزس، ويحصل ريزوربشن اوف افكتد سيجمنت. الحته اللي ماتت دي يبقى عامله زي الفتله كورد لايك او تختفي خالص. تمام، يبقى عامله زي الفتله او تختفي خالص، يبقى العضو الذي لا يستعمل يضمر. طيب ده بالنسبه للايتيولوجي. طيب الباثولوجي شبه الانتستينال اوبستراكشن. لما نيجي ان شاء الله نتكلم عن الانتستينال اوبستراكشن هنقوله بالتفصيل. تمام، طيب هنتكلم بس دلوقتي ان الانتستينال اتريزيا موست كومن سايت الاليوم، ولكن الباثولوجي هنشرحه بالتفصيل الممل بعد كده ان شاء الله في الانتستينال اوبستراكشن. تمام، طيب عايز اعرف كلينيكال بيكتشر والانفستيجيشن والتريتمنت. طيب قال لك ان البيكتشر بلاقي العيان بيشتكي من فوميتنج، ديستنشن، فوميتنج وديستنشن وفيلير تو باس ميكونيوم. زي اي اوبستراكشن في الانتستين دلوقتي مثلا الحته دي مثلا مقفوله، دلوقتي الاكل هيركن في المنطقه دي، تمام. لو انا قلت مثلا ده كده الاستومك بالشكل ده، ده كده الاستومك، تمام، وده كده مثلا هنا، وليكن التيرمينال اليوم ده كده التيرمينال اليوم مثلا. تمام، التيرمينال اليوم ايه؟ مقفول، ماشي، او التيرمينال اليوم الحته دي بقت عامله زي الفتله، اكنها في اوبستراكشن. يعني الاكل مش هيعرف يوصل من عند من الايه، من الجيجنم مثلا، مش هيعرف يوصل من الجيجنم للكولون بعد كده، لان الحته بتاعه التيرمينال اليوم عامله شبه الفتله، يعني الطريق هنا ايه؟ مقفول. تمام، الحته دي ماتت، ماشي. طيب فالطريق فالاكل هيركن في الحته دي، فالعيان يبدا يفوميت. طيب الفوميتنج ده بيبقى لونه اخضر ليه؟ اصل هو القفله دي او الفتله دي، الحته اللي ماتت دي، كانت بعد الميجور ديودينال بابيلا، بعد السكند بارت اوف ديودينم، والسكند بارت اوف ديودينم هو المدخل بتاع مين؟ بتاع البيلياري تراكت. البيلياري تراكت كان بتفتح الامبوله او فاطر في السكند بارت اوف ديودينم. اذا القفله او حته الفتله، الحته اللي ماتت دي بعد الميجور ديودينال بابيلا، فالعيان لما يرجع هيرجع الترجيع لونه اخضر، لانه بايلس فوميتنج. تمام، لان الاوبستراكشن تحت الليفل اوف ميجر ديودينا بابيلا. طيب قال عنده كمان ابدومينال ديستنشن فيلير تو واس ميكونيوم. الميكونيوم ده اللي هو بدايه الاستول، الاستول بتاع الفيتوس او الاستول قصدي بتاع النيونيت في بدايه حياته بيبقى ايه؟ بيبقى بنسميه الميكونيوم. فلاقي الطفل ده الحته اللي هي الديستال بارت دي بتبقى كولابسد. برضه العضو الذي لا يستعمل يضمر، برضه الحته دي هتبدا تكش لان الاستول مش واصل لها، ما فيش حاجه واصلها اصلا. تمام، ففيلير تو باس ميكونيوم، فالطفل مش بيعرف ينزل ايه الميكونيوم، او مش بينزل الاستول يعني. تمام، الانفستيجيشن حاجه اسمها استول اناليسيس وباريوم انما والاكس راي. الاكس راي هلاقي في مالتيبل فلويد ليفل، الاستول اناليسيس ابسنس اوف لانوجو هير، الباريوم انما تبقى مايكرو كولون انيوزد، ان هو مش بيستخدم. فالكولون بيعمل زي ايه؟ يعني شريط كده صغير قوي، بنسميه مايكرو كولون. تمام، ليه؟ لان الاستول مش واصل له، فبنسميه مايكرو كولون. طيب التريتمنت ريسكشن انستيموزس اوف اتريتيك سيجمنت، الحته اللي ماتت شيلها وارميها واعمل ايه؟ انستيموزس ما بين الحته الهيلسري والحته الهيلسري، الحته اللي ماتت ارميها ووصل الحتتين التانيين انستيموزس. ده بنسميه الانتستينال اتريزيا. يبقى حته ماتت، الحته ماتت ليه؟ عشان انترفيرس مع البلس سبلاي فحصل فيها نيكروزس. طيب بتحصل في التيرمينال اليوم، العيان بيرجع وبطنه بتتنفخ ومش بيعرف ينزل الميكونيوم. الانفستيجيشن ستول اناليسيس وباريوم انما والاكس راي، وباريوم انما بتبين لي المايكرو كولون. التريتمنت اشيل الحته البايظه او الحته الميته واوصل. طيب بعد كده في انتستينال دوبليكيشن. الانتستينال دوبليكيشن عباره عن ايه؟ عباره عن فاكيوليشن ديس اوردر. بلاقي الانتستين من جوه دبل ليومن، الانتستين من جوه بتبقى دبل ليومن، يعني مثلا كده الانتستين لها دبل ليومن، ماشي، في حته كده ايه في النص كده، اذا كده دبل ايه؟ دبل ليومن، ماشي. طيب ممكن تبقى سيبرت، ممكن تبقى كوميونيكيتنج، ممكن كوميونيكيشن مع التو ليومن او سيبرت،
التو اليومن مفصولين عن بعض. الكومبليكيشن الاكسسوار اليومن ده ممكن يعمل انتستاينال اوبستراكشن، يعني حته ان في اتنين ليومن في دبل اليومن ده ممكن يعمل انتستاينال اوبستراكشن. كمان اليومن ده ممكن يطلع منه سيست، ممكن يطلع منه سيست نسميها الانتروجينس سيست، ده درايفد فروم اكسسوري ليومن. يبقى اذا كون انه في دبل ليومن ده يقفل الطريق يعمل انتستاينال اوبستراكشن، والاكسسوري ليومن اليومن الزياده اللي طالع ده ممكن يطلع منه زي يبص حته منه كده بتعمل انتروجينس سيست، ده بنسميه الانتستاينال دوبليكيشن. طيب في حاجه اسمها الميزنتريك سيست. الميزنتريك سيست له انواع، طبعا عايز اتكلم على الميزنتريك سيست، عايز اتكلم على الايتيولوجي والتايبس والكلينيكال بيكتشر والتريتمنت. الايتيولوجي والتايبس في حاجه اسمها الكايلو ليمفاتيك والانتروجينس والديرمويد هايد وهايدتد، وعندنا فولس سيست. طب الكايلو ليمفاتيك ده عباره عن كونجينيتال سيكوستريتد ليمفاتيك تيشو، بيقول لك في ليمفاتيك تيشو مش عارف يصب الليمف بتاعه، في مشكله في الافرنت، الافرنت اللي بياخد الليمف مش موجود، فبالتالي الليمفاتيك تيشو ده بيحصل له سيكوستريشن، ماشي، فبيعمل لي زي نفخه كده مليانه ايه ليمف، بتبقى ثين وول اندبندنت بلاد سبلاي بالشكل ده كده. تمام، ده كده شكل الايه، ده كده شكل اللي هو الميزنتريك، ده شكل الميزنتريك سيست، ده كده شكل اللي هو الكايلو ليمفاتيك سيست، ده كده ايه شكل الكايلو ليمفاتيك سيست. الانتروجين سيست احنا نعمل شويه، انا بيبقى زي دايفرتيكولم كده حته تبص كده من الميزنتريك بوردر، او يا اما طالع من الميزنتريك بوردر يا اما طالع من الدوبليكيشن اوف انتستين اكسسوري ليومن. لو الانتستين ليها دبل ليومن الاكسسوري ليومن ده حته تبص منه كده وتعمل انتروجين سيست. تمام، طيب سيكوستريت فورم انتستاينال ليومن لها سيكول ولها كومن بلس سبلاي. لو لاحظنا هنا الكايلو ليمفاتيك كانت ستين وول واندبندنت بلس سبلاي، اما الانتروجينس كانت سيك وول وكومن بلس سبلاي. تمام، كومن بلس سبلاي مع الريليتد لوب، مع الريليتد لوب ميتستن اللي طالعه منه يعني. طيب في عندنا كمان ديرمويد وهيداتد سيست. الهيداتد دي المفروض في شابتر الانفكشن، والديرمويد ده في شابتر السكن، ماشي. الفولس سيست ممكن تكون هيماتوما، انسيست الهيماتوما، ممكن تكون كولد ابسس، ممكن يكون تيومر ديجنريتنج تيومر، ديجنريتنج تيومر او جاز سيست، ماشي. يبقى نعرفهم كده ايه، انيوميريت. بالنسبه لي الكلينيكال بيكتشر بلاقي العيان ده عنده سويلنج، السويلنج ده ما بيوجعش. تمام، يبقى السويلنج ده ما بيوجعش. حاجه اسمها التيلوكس ترياد، التيلوكس ترياد مبدئيا الكلام ده وغالبا يعني معظم في ناس يعني معظم الاجزاء اللي في الاول دي بتاعت الكونجنت الامري مش مشروحه كويس او ما حدش شرحها يعني، ولو مشروحه يعني على السريع كده فهنحاول على قد ما نقدر نقرا يعني عشان ايه لو جت حاجه منها ام سي كيو ولا حاجه. المهم جدا، المهم جدا في الكونجنت الانومالي هو الميكل دايفيرتيكولم والهيرش سبرنجر ديزيز اللي هنقوله كمان شويه ان شاء الله. تمام، ولكن احنا برضه هنقول كل حاجه عشان يبقى غطينا كل الكلام. طيب العيان بيشتكي من سويلنج من حاجه اسمها التيلكس ترياد. التيلكس ترياد ده بيبقى مكانه فين عند الامبلايكس، مكانه فين عند الامبلايكس، بيتميز ب ريستريكتد موبيليتي، ريستريكتد موبيليتي الونج الميزنتري، و فري موبايل يعني بيعرف يتحرك بسرعه براحته بيربنديكولار على الميزنتري. يبقى لو ده كده مثلا هقول مجازنا ده كده، ده كده ميزنتري، ده كده مثلا ايه ميزنتري، ماشي. بلاقي حته السيست دي ريستريكتد لو الحركه بتاعتها الونج الاكسس، يعني لو اكسس موازي للميزنتري ما تعرفش تتحرك، اما الاكسس بيربنديكولار على الميزنتري يبقى فري موبايل، ماشي. طيب بتبقى ضل اون بيركشن، وفي زون اوف ريزونانس اراوند الانتستين وباند اوف ريزونانس اراوند الريليتد لوب او اكروس الريليتد لوب والانتستين، ماشي. طيب التريتمنت حاجه اسمها الانكليشن وريسكشن انستموزس للريليتد لوب اوف انتستين. بالنسبه للانتستاينال مال روتيشن، قلنا قبل كده في الامبريولوجي ان عشان الانتستاينال يتكون بتمر بثلاث مراحل، مرحله الفسيولوجيا الهرنيشن والروتيشن والريدكشن والانتر ابدومينال روتيشن والابزوربشن اوف سنتري. اول مرحله بنسميها فسيولوجيا الهرنيشن، احنا قلنا ان الجت معدل نمو الجت اكبر من معدل نمو السيلومي كافيتي، فالجت بتضطر تخرج بره شويه عشان السيلومي كافيتي مش مستوعباها فبتخرج لبره، ودي حاجه فيسيولوجيكال. تمام، من المفترض بعد كده ان السيلومي كافيتي بتبدا تكبر وتتسع. تمام، فالانتستين بترجع تاني فيما يعرف بالستيج اوف روتيشن اند ريدكشن، فالجزء اللي حصل له هيرنيشن ده بيرجع تاني عشان لقى له مكان، في مكان، في حيز، في سعه، في ايه، في السيلومي كافيتي، فيبدا يرجع، ماشي. ده انا بسميه ستيج اوف ريدكشن اند روتيشن. بعد كده الانتستين بتلف بتكمل 360 درجه انتي كلوك وايز عشان كل جزء من الانتستين ياخد وضعه الطبيعي، يعني مثلا السيكم ينزل هو الابنكس تنزل في الرايت ايليك فوسه، يحصل سبسيكوينت ابزوربشن للميزنتري، الاسينج والدسينج بتاع الاسينج والدسينج كولون. تمام، بحيث ان كل جزء من اجزاء الانتستين تاخد وضعها الطبيعي بتاعنا. تمام، طب لو حصل مشكله في الكلام ده، حصل انكمبليت روتيشن، الانتستين ما لفتش بالقدر الكافي، انكمبليت روتيشن بيعمل حاجه اسمها انتستاينال مال
الروتيشن، تمام؟ يعني الستيج بتاعت الروتيشن دي مش مظبوطه قوي، تمام؟ حصل فيها مشكله. طيب يبقى الانتستينال مال روتيشن، هنتكلم على الباثولوجي، الكلينيكال بيكتشر، الانفستيجيشن والتريتمنت. الباثولوجي ده عباره عن بيقول لك ان الستيج بتاعت الروتيشن دي مش كامله، انكمبليت روتيشن للجت، فالسيكم ما بينزلش، السيكم ما بينزلش في رايت اليك فوسا، ريمين في الرايت ابر كوادرانت، رايت ابر كوادرانت، والديدونوجيشنال جانكشن بتبقى تو رايت اوف فيرتبري، تمام؟ انا كده ايه الوضع اتلخبط، يبقى عايز اعرف بس ان الروتيشن مش كامل، فالوضع بتاع الانتستين في غير وضعه الطبيعي، ماشي؟ طيب بيعمل لي حاجتين، حاجه اسمها الشورت ميزنتريك بيز والادهيزيف باند، ماشي؟ يبقى الشورت ميزنتريك بيز دي ممكن تعمل فولفولس، تخلي الانتستين تعمل زي عقده تلف على نفسها، تمام؟ الادهيزيف باد، الباد دي تروح تلزق حوالين الديودنم وتقفل الديودنم، تعمل ديودينال اوبستراكشن، بنسميها اللاد باند، تمام؟ يبقى لنا يعني عشان بس يعني عد ما نقدر نحاول نقرب الكلام، ان الانتستين بتلف بس لفه مش كامله، ده يخلي الانتستين تاخد وضع غير الوضع الطبيعي بتاعها، فالسيكم بيفضل في الرايت ابر كوادرنت ما ينزلش تحت الرايت اليك فوسا، تمام؟ بيبقى وضع غير الوضع الطبيعي بتاعه. الديدنال جانكشن بتبقى عند الرايت اوفرتبري، ماشي؟ طيب ده يعمل لي حاجتين، حاجه اسمها شورت ميزنتريك بيز والادهيزيف باند. الشورت ميزنتريك بيز دي تعمل فولفولس، الادهيزيف باند دي بتقفل بتحوط كده الديدنال من بره وتعمل حاجه اسمها ديودينال اوبستراكشن، تمام؟ بنسميها اللاد باند. طيب الكلينيكال بيكتشر ده بيجي اكتر في النيونيت، هو بيجي اكتر في اي ايج بس بيقول لك اكتر في النيونيت. العيان ده بيرجع وعنده ديستنشن او ممكن ما عندوش، يعني ديستنشن ويز او داوت، يعني ليتل ديستنشن او نو ابدومينال ديستنشن. الفوميت ده بما ان هنا دلوقتي القفله حصلت، الديودينال اوبستراكشن ده بيقول لك يعني او القفله اللي حصلت دي بتحصل تحت الميجور ديودينال بابيلا، فالعيان بيرجع له ترجيع لونه اخضر في بايل، ماشي؟ الانفستيجيشن الاكس راي بحاجه اسمها الدبل بابل ساين، والدبل بابل قلناها قبل كده في الديودينال اتريزيا. الباريوم انما بتبقى الابنورمال هاي بوزيشن اوف سيكم، سيكم المفروض في الرايت في الرايت اليك فوسا، هلاقيه ابنورمال هاي بوزيشن موجود في الرايت ابر كوادرانت. التريتمنت حاجه اسمها اللاد اوبريشن، الادهيجن اوف باند دي حته الادهيجن اللي حوالين الديودنم دي بعملها ديفيجن وبرجع السيكم ايه، برجع السيكم تو ذا ليفت وبعمل ابندكتومي، تمام؟ في حاجه اسمها الفولفولس نيوناتورم. الفولفولس نيوناتورم احنا قلنا في الامبريولوجي من المفترض ان اخر مرحله من مراحل الامبريولوجي ان الستيج اوف روتيشن دي ان الانتستين بتكمل 360 درجه انتي كلوكوايز وبيحصل بيحصل ابزوربشن للميزنتري بتاع الاسندنج كولون والديسندنج كولون، تمام؟ طيب لان في جزء من الكولون بيبقى فيكسد وجزء الثاني بيبقى موبايل، هنا بقى بيحصل مشكله في الابزوربشن بتاع الميزنتري، يبقى المال روتيشن حصل مشكله في الروتيشن بتاع الانتستين، اما هنا فولفوس حصل مشكله في الابزوربشن اوف الميزنتري، تمام؟ فالفيكسيشن والموبيليتي بتاعه الكولون في جزء المفروض يبقى فيكسد وجزء الثاني المفروض يبقى موبايل، هنا الموبيليتي والفيكسيشن بتاعه الكولون دي هتتلخبط لان الابزوربشن بتاع الميزنتري حصل فيه مشكله، تمام؟ فبيحصل ايه، عايز اتكلم عن الفولفوس نيوتورم، الايتيولوجي والكلينيكال بيكتشر، الكلينيكال بيكتشر وعندي الديفرنشال دياجنوزس والتريتمنت. طيب ده عندي الفولفوس نيوتورم عباره عن ايه، فيلير ابزوربشن اوف ميزنتري اوف اسندنج كولون، وبالتالي الميد جات بتبقى فريلي موبايل، الميد جات بتبقى فريلي موبايل، تمام؟ من النارو ميزنتريك اتاتشمنت، ممكن ده يعمل ايه لما تبقى تتحرك على بعضها، يعني مثلا في موجود في جزء من الكولون يبقى فيكسد الجزء الثاني يبقى موبايل، دلوقتي بقى كله موبايل او كل الميد جات بقت موبايل مش على بعضها، بتلف فريلي موبايل، اللفه بتاعتها دي تخليها تلف عن نفسها وتعمل عقده، تعمل لي ايه، تعمل فولفولس، تعمل ايه عقده بالشكل ده كده، تمام؟ بتعمل ايه عقده، بتبقى كلوكوايز، العقده دي بتبقى كلوكوايز، انا ما اجي افك العقده بفكها بعكس الاتجاه بتاعها، فما اجي افك الفولفولس بفكه انتي كلوكوايز لان لما اجي لف كلوكوايز، تمام؟ طيب الكلينيكال بيكتشر بيبقى جاي بعد يومين من الولاده، بعد يومين من الولاده بيشتكي من فوميتنج، ممكن يشتكي من ديستنشن وممكن ما يشتكيش من ديستنشن، تمام؟ طبعا اللي بيقول الكلام ده الام، تمام؟ لان الطفل عنده يومين، ماشي؟ في بلاد ستول وبيريتونايتس دي ان ساينز اوف سترانجيوليشن، لان الفولفرز ده بيعمل ايه، بيعمل انترفيرنس مع البلاد سبلاي، ماشي؟ طيب في عندنا الفوميتنج ده بما انه بعد تحت الليفل بتاع المجوى ديودينا بابيلا، فالفوميتنج يبقى لونه اخضر بايل. الديستنشن ممكن وممكن، ممكن ممكن لا، تمام؟ اللي ممكن يحصل سترانجوليشن انترفيرنس مع بلاد سبلاي، فلاقي العيان عنده بلاد ستول والبيريتونايتس. ده شكل الايه الفولفولس بالشكل ده، ده شكل ايه، ده شكل الفولفولس، تمام؟ الانتستين لفت حوالين نفسها، ماشي؟ ده شكل ايه الفولفولس، ماشي؟ ديفرنشال دياجنوزس بفرق الكونجنتال اتريزيا
بفرق الكونجنتال اتريزيا من الفولفس نيوناتورم من حيث التايب اوف اوبستراكشن. هنعرف ان الاوبستراكشن بعد كده ان شاء الله في فيديو لوحده بالتفصيل ان في حاجه اسمها سيمبل اوبستراكشن وسترانجوليتر اوبستراكشن. سيمبل يعني البلس سبلاي لسه انتكت وداوت انترفيرنس مع البلس سبلاي، اما سترانجوليشن يعني حصل انترفيرنس مع البلس سبلاي. فالفولفس دي العقده دي بتقفل بتقرص على البلس سبلاي تمام، فبتعمل انترفيرنس مع البلس سبلاي فتعمل سترانجوليشن. اما ده سيمبل جاست ان اتريزيا يعني حته من الانتستين ماتت، الحته دي مثلا زي الخيط كده تمام، ما لهاش دعوه ببرص بلاي. طيب عايز اتكلم على الانست، عايز اتكلم على الديستنشن والبلاد ستول واللانوجو هير. ماشي، عندنا الاوبستراكشن ده احنا قلنا ده سيمبل، اما ده سترانجوليشن. الانست ده بعد الولاده على طول، اما ده ممكن يجي بعد يومين. الديستنشن موجوده في الكونجنتال اتريزيا، اما الفولفس احنا قلنا ممكن وممكن، ولو موجود يبقى ليتل. البلاد ستول موجود في حاله الفولفلس، اللانوجو هير موجود في حاله الفولفلس نيوناتورم. التريتمنت ده ايرجنت اوبريشن، دي حاجه ايه ايمرجنسي تمام. بعمل ايه؟ بما ان هي دلوقتي الفولفرس نيوراتورم الانتست لفت حوالين نفسها بالكلوك وايز مع اتجاه عقارب الساعه، لما اجي افك العقده بفكها بعكس اتجاهها فبفكها بانتي كلوك وايز دايركشن. ولو في باند اوف اديهيجن بفكها، بعمل لها ديفيجن لللاد باند. طيب وبشوف الباول بقى حته الانتستين دي بعد ما افك العقده، بشوف بقى الباول تاثرت بالعقده دي ولا لا. اصل العقده دي احنا قلنا بيعمل انترفيرنس مع برص الله، ممكن تكون العقده دي موتت او عملت نيكروزس يعني في منطقه من الانتستين. ما دلوقتي ما الانتستين معقوده على بعضها، العقده دي عملت انترفيرنس مع برص الله، فممكن تكون حته ماتت. فانا عايز اشوف الانتستين هي فايبل ولا نان فايبل تمام. فايبل يعني ايه؟ لسه فيها دمويه يعني لسه عايشه يعني تمام. انما النيكروز يعني ماتت، الحته دي ماتت خلاص تمام. فبشوف هي فايبل وهيلسي، فايبل وهيلسي. بعرف ازاي؟ بعرف قلنا بيجي لها في الهرنيا، بعرف الفايبلتي من البلس، بشوف البلس في الميزنتري حاجه، وممكن اعمل ممكن استخدم دوبلكس، وبشوف البريستالسيس بتاع الانتستين، بشوف التون بشوف الكالر، المفروض بتبقى زي ريد كده ريد كالر، بشوف الفلويد بتطلع زي فلويد كده مسفر شويه كده. لما امسكها اعمل بنش بتكونتراكت، لما اعملها انجري بسيط كده بتبليد، بتبقى فيرم. ده معنى الساينز دي، معنى ان الجزء ده من الانتستين فايبل وهيلثي. يبقى لو كان البلس في بلس في بريستالسيس، التون عاليه، الكالر ريد، في فلويد زي مسفر شويه كده، الكونتراكت اون بينشنج وبليد اون انجري او بليد اون كاتنج، وتبقى فيرم. ده معناه انها فايبل وهيلثي تمام. ساعتها هعمل ايه؟ برجعها الابدومن بس بفك الادهيجن. لو في ادهيجن او في لاد باند بفكها، انما اللوب دي بما انها هيلثي هترجع الابدومن. طب لو نان فايبل، انا شفت البلس مفيش بلس، الكالر كده زي حس انها براون كده، الكالر براون مثلا، باجي اعمل لها بينشنج مش كونتراكت ولا حاجه، بعمل لها كاتنج ما بتنزلش دم، يبقى ده كده نان فايبل. اعمل ايه؟ ريسكشن استموزس، بشيل الحته الميته دي. طيب لو داوت فول، انا مش متاكد اذا كانت فايبل ولا نان فايبل تمام. بعمل ايه؟ بقول لك بيرجعوا اللوب في الابدومن فور سكند لوك اوبريشن في خلال ايه 12 24 ساعه. طيب بعد كده في عندنا حاجه اسمها الميكونيوم ايليس. كان في زمان كده في البطنه موضوع اسمه اسيستيك فايبروزس. احنا قلنا ان الغدد العرقيه او الغدد، هنقول مثلا الاكسوكراين جلاند. يعني اكسوكراين جلاند يعني الغدد اللي هي ذات قنوات. يعني ايه؟ عشان الغده تطلع الافراز بتاعها لازم تمشي في قناه، زي العرق مثلا، زي ايه العرق، الغده العرقيه السويد جلاند بتطلع العرق كده بتمشي في قناه تمام. على عكس الغدره الصماء اللي هي الاندوكراين، دي بتفرز الماده بتاعتها زي البيتيوتري مثلا جلاند، بتفرز الماده او الهرمون بتاعها بيمشي في الدم ويروح يشتغل على ديستانت اورجان. اما ده الاكسوكراين جلاند لازم الافراز بتاعها يمشي في قناه تمام، فبنسميها الاكسوكراين جلاند. طب الحاجات دي بتطلع ميوكس، الغدد دي بتطلع ميوكس، الميوكس دي ماده لزجه تمام، يعني هي بتطلع الانزيمات بتاعتها وبتطلع الماده بتاعتها، بيبقى زي ميوكس كده، فالمادة دي بتبقى اللزجة تمام. فعشان دلوقتي انا ينفع مثلا اجيب 10 معالق ملح مثلا، او بلاش 10 معالق سكر، واحط ندعتين مية، وهقول ال 10 معالق السكر هيدوبوا في ندعتين المية، مش منطقي. هيبقى في تركيز، السكر هيبقى مركز قوي تمام. فانا بعمل ايه؟ لازم يبقى في تناسب ما بين المذيب والمذاب. الميوكس ده اللزج، فايه اللي بيحصل؟ لازم في شوية مية يطلعوا عشان يدوبوا الميوكس ده ويمشي في القناة بتاعته
بيخرج على السطح، تمام؟ زي مثلا السبرم، السبرم ده حاجه لزجه، تمام؟ السبرم لازم يمشي في السيمن او الايه السائل المنوي، ما ينفعش مثلا يبقى في سبرم كده وماشي لوحده، مش هيعرف يمشي، هيتحشر وهيقف، تمام؟ البنكرياس بيطلع السكريشن بتاعه، البنكرياس هي غده مختلطه، هي اكسوكراين واندوكراين، البنكرياس بيطلع حاجه اسمها بانكرياتيك داكت، بيطلع بانكرياتيك انزيم اميليز ولايبيز والكلام ده، بتمشي في قناه برضه في ايه، دي حاجه لزجه فلازم تدوب في ميه، تمام؟ يبقى اذا كل الاكسوكراين جلاند عشان تطلع ميوكس لازم تطلع ميه. فهنقول مثال مثلا غدد عرقيه، الغدد العرقيه دي بيقول لك عشان يطلع الميه، الميه اللي هتدوب الافرازات دي بتعمل ايه، بيطلع الكلورايد ويشد معاه صوديوم، تمام؟ الصوديوم والكلورايد دول الكترولايت ايونات، تمام؟ فبتشد معاها ميه، تمام؟ بتشد معاها ميه، تمام؟ الميه دي بتقوم مدوبه الافرازات بتاعه الغدد، تمام؟ يبقى الكلورايد بيطلع والصوديوم ويشد معاهم الميه، تمام؟ الميه دي بقى تروح عامله ايه، تدوب الافراز دي، الافراز ده بحيث ان هو يبقاش لزج ويعرف يمشي في القناه، تمام؟ في بعض الناس عندهم مشكله في كروموسوم رقم 7، كروموسوم جين معين على كروموسوم رقم 7 المسؤول عن الكلورايد شانل، تمام؟ الجين ده بيبقى مضروب، عنده زي ميوتيشن كده او في مشكله في الجين ده، فالجين بتاع الكلورايد شانل ده مضروب، فالكلورايد ما بيطلعش، فالصوديوم ما بيطلعش، فالميه ما بتطلعش، فبالتالي ادام الميه ما بتطلعش الافراز هيبقى لزج، هيتحشر في القناه مش هيطلع، تمام؟ ده بنسميه، ده اللي بنسميه الميوكو فيزيلوزس، الميوكو ايه فيزيلوزس او ايه سيستيك فايبروزس، تمام؟ الميوكو فيزيلوزس بيحصل في جميع الاكسوكراين جلاند اول اوفر ذا بودي، بيحصل في البنكرياس، في اللنج، الليفر، الجي اي تي، السكن، في الفاز ديفرنس، الفاز ديفرنس اللي عشان يطلع السبرم، تمام؟ يبقى كل حاجه بتمشي في قناه لازم وتستوجب ان الميه تدوب الافراز ده، تمام؟ بما ان في مشكله في كلورايد شانل فميه مش هتطلع، فمش هتدوب الافراز، فالافراز او الحاجه اللي طالعه من الغده دي هتتحشر وهتقف، تمام؟ كمثال هنا الميكونيوم اليوس الاستول عشان يطلع لازم في ميه ايه، ميه ايه ترطب كده عشان الاستول يعرف ينزل، دلوقتي مفيش ميه، تمام؟ فالاستول هيعمل ايه، هينشف ويتحشر ويقف في الطريق، فيعمل ميكونيوم اليوس، تمام؟ فبيقول لك ايه، بيقول لك ان الميكونيوم اليوس ده بيحصل في 20% من حالات السيستيك فايبروزس، ده اوتوزومال ريسيسيف، اوتوزومال يعني مشتعل كروموسومات جسديه، اوتوزومز وريسيسيف يعني متنحي، تمام؟ بيجي في البنكرياس، ليفر، اي حاجه اللي هي اكسوكراين جلاند يعني. الباثولوجي قال لك الباثولوجي، بيقول عايز اتكلم على الباثولوجي، احنا كده قلنا اوتيولوجي، طيب عايز اتكلم على الباثولوجي، الكلينيكال بيكتشر، الانفستيجيشن، وهتكلم على الانفستيجيشن والايه التريتمنت، ماشي. الكلينيكال الباثولوجي الديفكت ده بموجود الاكسوكراين جلاند اللي هي بتتميز الفيزيت ميوكس، لازم يستوجب ان هو يطلع ايه، يطلع ميه معاه عشان يدوب الميوكس ده، تمام؟ فبيقول لك ان بيحصل ايه، اكسسيف لوس اوف كلورايد ان سويت، تمام؟ طيب التيرمينال اليوم بيحصل اوبستراكشن بايسيك ميكونيوم، الاستول ينشف مش لاقي ميه، مش لاقي ميه ترطبه او تخليه لازق كده عشان يعرف ينزل، او تخليه ايه تدوبه يعني تخلي الاستول يعرف ينزل بسهوله، تمام؟ فالاستول بينحشر بيبقى سيك ميكونيوم، تمام؟ كمان البنكرياس بيحصل له انسفيشنسي وفايبروزس، تمام؟ لان البنكرياس برضه عشان يطلع الانزيمات بتاعته عايز الميه، وعايز عشان تدوب الانزيمات دي وتطلع، فبيحصل بانكرياتيك انسفيشنسي، تمام؟ الكلينيكال بيكتشر الاقي بوست فاميلي هيستوري، الاقي مانيفيستاشن بتاعت النيونيتال انتستينال اوبستراكشن، العين ده عنده فوميتنج، ديستنشن، فيلير تو باس ميكونيال، برضه نفس الكلام، بما ان هنا ده انتستن مثلا، الانتستن دي فيها حته ستول واقفه في الطريق، تمام؟ مش عارفه تنزل، تمام؟ طيب الاقي العيان ده دلوقتي بما ان الاوبستراكشن، ما هي الستول ده هتعمل اوبستراكشن، الاوبستراكشن ده تحت الليفل بتاع الميجو ديودينا بابيلا، فالعيان يرجع فوميتنج لونه اخضر بايلس، تمام؟ ديستنشن هيحصل ابدومينال ديستنشن، وبان الستول مش عارف ينزل فيلير تو باس ميكونيال، ماشي؟ الانفستيجيشن اعمل ايه، اكس راي بريم انما وبقيس الكلورايد في الاسود، الاكس راي بلاقي حاجه اسمها جراوند جلاس ابييرنس عباره عن ستول وجاز، طيب الباريوم انما بلاقي حاجه اسمها مايكرو كولون، مايكرو كولون لان الكولون دلوقتي العضو الذي لا يستعمل، العضو الذي لا يستعمل يضمر، الكولون مش وصل له، مش وصل له ستول، مش وصل له اي ستول، فبيبقى صغير مايكرو كولون لانه مش بيستخدم، ماشي؟ كمان بيحصل ريفلكس للبايل انتو نارو اليوم، تمام؟ يعمل فيلينج ديفكت دي تو بيلت اوف ميكونيوم، ماشي؟ ماشي، يعني الباريوم بيرتجع من الكولون للإليوم، وبان الميكونيوم بيشغل فراغ فبيعمل فيلنج ايه ديفكت، ماشي؟ طيب مقيس الكلورايد في الاسود بلاقيه عالي قوي، بيبقى اعلى من 60 ملغ بير ال، تمام؟ بتبقى دايجنوستيك.
التريتمنت في عندنا التريتمنت علاج كونزرفاتيف وعلاج السيرجيكال. العلاج الكونزرفاتيف دلوقتي بما ان الاستول او الافرازات دي واقفه في الطريق، مش عارفه تطلع، فبعمل ايه؟ بشفط له من فوق وبشفط له من تحت، بشفط له من فوق بالرايل، بشفط له من تحت بالجاستروجرافين انما، تمام، وبدي له ايه؟ بعوضه بالاي في فلويد، تمام. طب السيرجيكال حاجه اسمها البيشو كوب اوبريشن، انا بعمل ايه؟ الحته اللي دايليتد دلوقتي لما حصل الاوبستراكشن ده الحته دي بقت واسعه، تمام، فبشيل الحته الواسعه دي الدايليتد لوب بشيلها وبوصل الحته الهيلثي بالحته الهيلثي، تمام. فالحته الدايليتد دي الناتجه من الاوبستراكشن بشيل الحته الدايليتد دي، تمام، بشيل الحته الدايليتد دي وهوصل الحته الهيلثي اللي فاضله بالحته الهيلثي اللي فاضله، تمام. بعمل ايه؟ ريسكشن انستموزس، ماشي. طيب قال لك ايه؟ the end of this loop brought as end enterostomy، باخدها كده زي استوما كده انتروستومي، تمام، تمبوراري انتروستومي يوز تو جارد اجينست الانستوموتيك رابتشر، حاجه اسمها الايه دي كومبريسنج فيستولا او اسمها التشيمني او دي كومبريسنج ايه فيستولا، ماشي. في حاجه اسمها الفيتيلو انتستاينال داكت، الفيتيلو انتستاين ده موجوده في الايه؟ موجوده في الامبريولوجي. كلمه فيتيلو يعني يوكساك، وانتستاينال يعني يعني ايه؟ يعني انتستين. قال لك دي في الامبريولوجي كانت بتوصل الانتستين باليوكساك، تمام، فبنسميها القناه اللي بتوصل اليوكساك بالانتستين، بنسميها فيتيلو يعني يوكساك وانتستاينال، فيتيلو انتستاينال داكت، تمام. طيب انا هرسم رسمه بس للتقريب، يعني مثلا ده كده مثلا ايه؟ هنقول ان دي انتست، تمام، هنقول ان دي كده ايه؟ انتست، تمام، ده كده انتست، ماشي، وهنقول ان دي كده الايه؟ الفيتيلو انتستاينال داكت، ماشي، وهي السره الامبلايكس، ده كده ايه؟ الامبلايكس، ماشي. طيب من المفترض ان الفيتيلو انتستاينال داكت دي، الفيتيلو انتستاينال داكت دي كده يحصل لها ديس انتجريشن، انا مش بقول اوبليتريشن، انا بقول ديس انتجريشن، يعني تختفي تماما، ما يبقاش لها وجود اصلا، تمام. يبقى فيتيلو انتستاينال داكت نورمالي انها تختفي تماما، تمام. طيب ساعات بقى في حاجات الامبريولوجي كده بيقول لك ايه؟ القناه دي او الداكت دي يحصل لها شويه حاجات، الفيت بتاعها بيختلف، يعني ساعات مثلا بدل ما تختفي تعمل لي فتله، يعني ايه؟ اوبليتريتد كده وبتعمل لي فتله، تمام، كونكتد بالامبريكس كده، ودي انتست. الفتله دي ممكن تعمل ايه؟ ممكن تلف على الانتستين، ممكن تلف على الانتستين، ممكن تعمل زي مثلا ايه؟ ممكن تعمل زي ايه اسمها ايه؟ الايه الفايبرس، زي فايبرس باند ممكن تلف وتعمل مثلا ايه؟ فولبولس مثلا، تمام. يبقى فايبرس باند دي ممكن تلف على الانتستين وتعمل ايه؟ وتعمل فولبولس، تمام، زي حته فتله تلف حوالين الانتستين وتخنقها وتعمل ايه؟ فولبولس، ماشي. دي حاجه. الحاجه الثانيه ممكن تفضل موجوده، يعني ممكن الفيتيلو انتستاينال بكتيري تفضل موجوده، فايه اللي يحصل دلوقتي؟ الانتست دي فيها ستول، تمام، فيها ستول، فيها فيسز، تمام، وفي قناه بتوصل الانتستين على الشارع على الامبلايكس، فايه اللي يحصل؟ الاقي الامبلايكس بتطلع ايه؟ بتطلع ستول، تمام، بنسميها كونجنتال فيستولا، كونجنتال انتستاينال امبلايكال فيستولا، يعني ايه؟ يعني واصله ما بين كلا الانتستين والامبلايكس، الوصله دي احنا قلنا كلمه فيستولا واصله ما بين تو هول اورجان، او واصله ما بين تو ابيثيلايز سيرفيس، او واصله ما بين الاورجان والسكين. فدلوقتي الانتستين فاتحه على الشارع، الوصله دي هتاخد الستول وتطلع الامبلايكس، لا الامبلايكس بتطلع افراز، الافراز ده عباره عن ايه؟ عباره عن فيسز ستول، ماشي. يبقى اذا يا اما تختفي وتعمل فتله، الفتله دي تلف على الانتستين تعمل فولفولس، يا اما تفضل موجوده خالص يبقى كونجنتال امبليكال فيستولا، تمام، بتنزل ايه؟ استول. او الاقي مثلا هنقسم الداكت دي لثلاث تلات، التلت ده ديستال، والتلت ده ميدل، والتلت ده بروكسيمال، تمام، والتلت ده ايه؟ بروكسيمال، تمام. ممكن الديستال بارت ده، الجزء الديستال ده يفضل موجود، يبقى بيتنت ديستال بارت، ويعمل حاجه اسمها ايه؟ يعمل حاجه اسمها ساينس. الساينس يعني بلايند يعني مفتوح من ناحيه واحده بس، مفتوح من ناحيه الامبلايكس تقريبا، يعني على حد فهم، يعني هو مفتوح من ناحيه الامبلايكس، ماشي. والحته اللي فاضله دي خلاص اختفت خالص، اللي فاضل مين؟ اللي فاضل الديستال بارد، فبنسميها امبلايكال ساينس، بنسميها ايه؟ بنسميها كونجنتال امبلايكال ساينس. يبقى الحته الديستال بيتنت ما اختفتش. ممكن حته الميدل دي تفضل موجوده، فبتعمل لي زي سيست، تمام، السيست والحته اللي فاضله دي اهو بالشكل ده كده، يبقى حته بس الميدل هي اللي فاضله، الميدل بارت اوف فيتيلو انتستاينال داكت فضل موجود، فبيعمل حاجه اسمها انتيرو سيستوما. ممكن الحته بتاعت البروكسيمال بارت دي تفضل موجوده، البروكسيمال لو فضل موجود ادي انتستين، البروكسيمال اهو موجود بالشكل ده كده، يعمل حاجه اسمها الميكل دايفيرتيكولام، ده كده بروكسيمال بارت. يبقى اذا الفيتيلو انتستاينال داكت يا اما كلها موجوده تعمل امبلايكال فيستولا، كونجنيتال امبلايكال فيستولا تنزل ستول، يا اما تختفي او تحصل لها
الصدر الترش تعمل فتله تعمل فولفلس، يا اما الديستال بارت يفضل موجود يعمل ساينس، يا اما الميدل بارت يفضل موجود فيعمل انتيرو سيستوما، يا اما البروكس بارت يعمل يفضل موجود فيعمل حاجه اسمها ايه الميكل دايفرتيكولم. يقول لك الميكل دايفرتيكولم ده البروكسيما بارت فضل موجود فعمل لي ايه يعني بيتنت بروكسيما بارت عمل لي الميكل دايفرتيكولم. ممكن بقى الديستال بارت اللي حتى ليها الميدل والديستال يعملوا لي فتله، يعني ايه يحصل له بلوتريشن كده يعملوا فتله، الفتله دي تعمل ايه تعمل فولفولس، يعني يبقى عنده ميكل، يبقى عنده ميكل وزائد فتله. الفتله اللي عباره عن ايه؟ عباره عن الديستال بارت حصل له اوبليتريشن، ماشي؟ يبقى بروكسيما بارت فضل موجود عمل ميكل، والديستال بارت بتاع الدكت عمل فتله، الفتله دي هتلف وتعمل فولفولس، ماشي؟ يبقى نقرا الكلام كده، لو فضلت موجوده الهول بارت الهول دكت تعمل كونجنتال امبوليكال فيستولا، في كالفيستولا. طيب لو الايه البيتنت انتستاينال اند، انتستاينال اند يعني ايه؟ يعني بروكسيما بارت يعني بروكسيما، فتعمل ايه؟ ميكل دايفرتيكولام. الميكل دايفر بالشكل ده كده، ده الميكل دايفرتيكولام. طيب لو البيتنت امبلايكال اند، امبلايكال اند يعني الديستال بارت يعني ناحيه الامبلايكس يعني، يبقى يعمل ساينس. الساينس ده ممكن يبقى ايفيرتد اوتورد نتيجه الانتر ابدومينال بريشر. طيب بريزيستنت لو كان الميدل بارت هو اللي هيفضل موجود، والاوبليتريشن للبوس اند يعمل انتيرو سيستوما او فيتالاين سيست بيهايند الامبلايكس. تمام، الفيتالاين سيست دي ممكن تعمل ايه؟ الفيتالاين سيست ممكن تعمل انفكشن، ممكن تعمل هيمريج، ممكن تعمل رابتشر، ممكن تعمل بريشر، ممكن تعمل كالسيفيكيشن. طيب بيقول لك لو كل الضغط حصل لها ايه بيرسيستنت للهول اوبليتريتد، يعني اختفت حصلها مش اختفت عملت فتله اوبليتريشن، مش ديس انتجريشن، لا اوبليتريشن عملت فتله. تمام، فبتعمل باند زي حته فتله كده، ممكن سترانجوليت اللوب اوف انتستين، بتعمل ايه؟ تعمل فولفولس، تخنق الانتستين. تمام، ده شكل الفايبرس باند، ده شكل الميكل، ده شكل الكونجنتال امبوليكال فيسترا، ده شكل انتروسيستوما، وده شكل ايه الساينس. بالنسبه للميكل دايفرتيكولم عايز اتكلم عن الاتيولوجي الباثولوجي الكلينيكال بيكتشر والانسيدنس الكومبليكيشن الانفستيجيشن والتريتمنت. طيب في عندنا الاتيولوجي زي ما قلنا من شويه ان الميكل دايفرتيكولم هو بيرزيستنت بيتنت بروكسيمال بارت اوف فيتيلو انتستينال داكت. فيتيلو انتستينال داكت المفروض تختفي ديس انتجريت، المفروض بديس انتجريت عند الفيفث او سيكث ويك اوف فيرتلايزيشن. تمام، ده شكل الايه شكل اللي هو الايه الفيتيلو انتستينال داكت اهو بالشكل ده، ده اليوكساك وده الايه اللي اسمها ايه الجت. تمام، او يعني الانتستين يعني. تمام، المفروض هي وصل ما بين اليوكساك والجت. تمام، المفروض ان الدكت دي بيديس انتجريت عند الفيفث او السيكس ويك اوف فيرتلايزيشن، لو فضل البروكسيما بارت بتاعها بالشكل ده كده، البروكسيما ده كده الانتستين بالشكل ده، والبروكسيما بارت عمل ايه الميكل دايفرتيكولم. تمام، طيب بيقول لك كمان ممكن الديستال بارت بتاع الدكت يفضل موجود ايه يحصل زي فتله كده باند، تعمل بعد كده هتعمل بعد كده ايه فولفولس. ماشي، طيب يبقى ده بيتنت بروكسيما بارت اوف فيتيلو انتستينال داكت. طيب الباثولوجي القاعده بتاعت اتنينات، المرض ده بيحب رقم اتنين، يعني ايه؟ يعني بيقول لك ان هو بيحصل في 2% من البوبيوليشن، 2% من الناس عندهم الميكل دايفرتيكولم، ولكن 2% منهم بيشتكوا، يعني ممكن واحد يعيش ويموت وما يعرفوش ان هو كان عنده ميكل دايفرتيكولم، 98% اسيمبتوماتيك، 2% بس بيظهر عليهم اعراض. تمام، بيحصل لهم كومبليكيشن. طب الطول بتاعه 2 انش، يعني طول الميكل ده 2 انش. تمام، طيب بروجكت من الانتي ميزنتريك بوردر اوف ايليوم. تمام، الميزنتري ده الحاجه اللي حته البريتون اللي بتغطي، حته البريتون اللي بتغطي ايه يعني مثلا ده كده الميزنتري بالشكل ده، حته البريتون اللي بتغطي الانتستين، ده رسمه بس يعني كروك كده ان الانتستين بتتغلف كده بحته البريتون بنسميها الميزنتري. اهو بقى الميكل دايفرتيكولم بيبقى الانتي ميزنتريك بوردر في الاتجاه المعاكس بتاع الاتجاه المعاكس بتاع الميزنتري، ماشي، انتي ميزنتريك بوردر بيبقى 2 فيت من الاليوسيكال جانكشن. لو انا قلت مثلا ده كده السيكم وده كده المفروض ده ابندكس بالشكل ده. تمام، ده كده ايه الاليوم. تمام، الاقي بقى الميكل دايفرتيكولم بيطلع ازاي كده بالشكل ده. تمام، ده الميكل دايفرتيكولم بالشكل ده، الاقي هو نفسه 2 انش وبيبقى 2 فيت من الاليوسيكال جانكشن، ده كده اليوم، ده كده ايه اليوم، وده كده ايه سيكم. تمام، هو 2 فيت من الاليوسيكال جانكشن، بيحتوي على شويه ايبيثيليوم. ايبيثيليوم غريب شويه، يعني ايه؟ يعني حته ايبيثيليوم من الاستومك، جاستريك ايبيثيليوم او بانكرياتيك ايبيثيليوم، وده يفسر ان احنا قلنا في البيبتيك السر انه يحصل، ممكن يحصل في بيبتيك السر، ممكن يحصل بيبتيك السر في الميكل دايفرتيكولم، لان احنا قلنا بيبتيك السر بتحصل في اي مكان معرض، اي جاستريك ميكوزا معرضه لجاستريك جوس. تمام، كان مثلا الايه او اي ميكوزا معرضه لجاستريك جوس، ممكن الاستومك، ممكن الديودنم، ممكن لور بارت اوف اسوفاجس، ممكن الميكل دايفرتيكولم. تمام، لانه هيحتوي على مين؟ على جاستريك تيشو،
وبانكرياتيك، ممكن يحتوي كمان على بانكرياتيك تيشو. تمام، ممكن كمان بيقول لك ان الاتاتشي بفايبرس باند اتاتشي بالامبلايكس، ده كده الميك اب بالشكل ده، ده الميك اب بالشكل ده اتاتشي للامبلايكس بفايبرس باند. الفايبرس باند دي هي بتمثل الديستال بارت بتاع الديستال اوبليتريتد بارت اوف باتيلو انتستينال داكت. تمام، ده كده ايه الفايبرس باند موصلها بالامبلايكس. ماشي، طيب ده كده شكل الميكل دايفرتيكولم بالشكل ده اهو، ده كده الايه، ده كده الميكل دايفرتيكولم بالشكل ده. الكلينيكال بيكتشر، هنحكي حكايه. عمك ميكل كان بيحب واحده، سابته، زعل، فبدا ايه طلع كل همه في الطب، قعد يذاكر ويدح يدح لحد ما قال لك ايه، اكتشف حاجه، اكتشف حاجه اسمها ايه، دايفرتيكولم، حته كده ايه، حاجه بتبص كده من الاليوم، فقال لك انا هسميها على اسمي الميكل دايفرتيكولم. واهدى الاكتشاف ده لحبيبته وقال لك ايه، احنا هنقول الكومبليكيشن بتاعه الميكل دايفرتيكولم، هنخسرها كلمه ايه، مع حبي. كتب لها رساله كده وقال لك إيه، قال لها ايه، مع حبي ميكل. تمام، بحيث ان كل اللي ذاكر الميكل دايفرتيكولم يفتكر ايه، المأساة بتاعت عمك ميكل. فقال لك ايه، الكومبليكيشن بتاعت الميكل دايفرتيكولم حبي. تمام، يبقى عندنا الهرنيا واوبستراكشن بليدنج انفلاميشن. هرنيا اوبستراكشن بليدنج انفلاميشن حبي. طيب هيرنيا، قال لك الهيرنيا دي ان قلنا الساك البريتونيال ساك دي ممكن تحتوي، قلناها بكده في الهيرنيا ان بيحصل ديفكت في مكان معين في الابدومين بيطلع منه ساك بريتونيال ساك، بتحتوي على اي حاجه، ممكن تحتوي على اي لوب اوف انتستين، تحتوي على اومنتم، تحتوي على اي حاجه ما عدا البنكرياس، قلنا الكلام ده قبل كده. تمام، من ضمن الحاجات اللي ممكن تحتوي عليها الساك مثلا ده كده بالشكل ده، ده كده الساك بالشكل ده، ممكن تحتوي على الميكل دايفيرتيكولام، ممكن تحتوي على ميكل ايه دايفيرتيكولام. ماشي، بنسموا الهرنيا دي الليتري هرنيا. والغريب ده ان الليتري هرنيا اكتشفوها قبل ما يكتشفوا الميكل دايفيرتيكولام، بيقول لك اول واحد بص عليها كده قال لك احنا دي بنسميها الليتري هرنيا. طب عباره عن ايه دي؟ ده حته ساك بريتونيال ساك بتحتوي على حاجه غريبه كده، يعني حته كده ايه انفجينيشن او حاجه غريبه كده ما نعرفش ايه دي، هنسميها ليتري هرنيا خلاص. جه بعد كده لما ميكل بقى اكتشف الدايفيرتيكولم، ميكل دايفيرتيكولم عرفوا ان الحاجه اللي كانت موجوده في الساك دي كانت عباره عن الميكل دايفيرتيكولم او الدايفيرتيكولم اللي طالع من الايه، من الاليوم. ماشي، ممكن يحصل سترانجوليشن على مستوى الايه الفيمورال والانجوينال هرنيا without obvious intestinal obstruction. طيب ده بنسميه الهرنيا. طب بعد كده او الاو اوبستراكشن، ممكن يحصل انتستينال اوبستراكشن لعده اسباب، لثلاث اسباب، انتسسبشن، هرنيا وفولفولس. ازاي دلوقتي ده كده شكل الايه، لو انا قلت مثلا ده كده الايه الاليوم وده كده ايه الميكل دايفيرتيكولم بالشكل ده، بيقول لك ان البيز دي كده بنسميها البيز بتاعه الدايفيرتيكولم، البيز دي بتبقى فيها سويلنج، البيز فيها سويلنج ممكن تعمل بارشل اوبستراكشن، يعني حتى دي ورمه، حتى دي فيها سويلنج. تمام، فتعمل بارشل اوبستراكشن، مش قافله الطريق خالص، لا عامله ايه بارشل اوبستراكشن. البارشل اوبستراكشن يخلي الانتست مش على بعضها، يخليها تعمل هايبر بيريستالسيس. ثاني، البيز بتاعه الدايفيرتيكولم دي فيها سويلنج، السويلنج ده عامل بارشل اوبستراكشن لليومن. طيب البارشل اوبستراكشن لليومن يستيميليت الانتست انها اوفركم الاوبستراكشن ده، انها تعمل هايبر بيريستالسيس. الهايبر بيريستالسيس ممكن تدخل اللوب في بعضها، ممكن تعمل ايه، ممكن تعمل انتسسبشن. يبقى اذا الهايبر بيريستالسيس بتاعه الانتستين الناتجه عن السويلنج بتاعه البيز اوف دايفيرتيكولم اللي عمل بارشل اوبستراكشن، عمل ايه، عمل هايبر بيريستالسيس في الانتستين اللي عمل بعد كده ايه انتسسبشن. الانتسسبشن يعمل ايه، يعمل انتستين اوبستراكشن. بيقول لك ان السويلنج بيز عباره عن الاكت از ايبكس. تمام، طب الانترنال هيرنيا، الانترنال هيرنيا بيقول لك ان الفايبرس باند اتاتشد الامبلايكس ممكن ايه تعمل سترانجوليشن اراوند اللوب، ده كده الميكل دايفيرتيكولم، وفي فايبرس باند اتاتش بالامبلايكس ممكن تعمل سترانجوليشن، الخيط ده ممكن يلف ويعمل ايه ويعمل سترانجوليشن. تمام، ممكن يعمل انترنال هيرنيا والخيط يلف على اللوب ويعمل سترانجوليشن. تمام، بيقول لك ان الفولفولس، ان الخيط ده ممكن يلف ويعمل عقده ويعمل ايه، يخنق، يعمل فولفولس. ماشي، يبقى عايز اعرف بس كده ان حاجه اسمها انتسسبشن وانترنال هيرنيا والفولفولس. الانتسسبشن النتيجه لبارشل اوبستراكشن يعمل هايبر بيريستالسيس، والهرنيا انترنال هيرنيا وير الفايبرز باند، يعني ممكن الهرنيا دي اتاتش بالفايبرز باند بتاع الديستال اوبريتوريت بارت ده اللي بيعمل سترانجوليشن. تمام، يعني اللي انا فاهمه يعني ان هو بيعمل قصده، يعمل قصده يقول ان هو بيحصل هرنيا، والهرنيا دي بما ان هي مربوطه بخيط كده، مربوطه بخيط او الفتله اللي مربوطه بالامبلايكس دي، الفتله دي ممكن تعمل سترانجوليشن للهرنيا. بيقول لك بقى ممكن ما يحصلش هرنيا، لا ده ممكن الفتله دي الخيط اللي هو الديستال بارت ده يروح لافف على اللوب اوف اليوم ويعمل خنقه، يعمل ايه، يعمل فولفولس. ماشي، طيب ده كده بالنسبه للاوبستراكشن. طيب بعد كده في احنا قلنا حبي صح كده، يبقى ايه الاتش هيرنيا والاو اوبستراكشن والبي بليدنج. البليدنج الموست كومن، لذلك لما نيجي نكتب السؤال النظر ده نكتبه بالموست كومن، يعني احنا بنقول كده تحشيش عشان نعرف نفتكر، يعني
بهدلنا الراجل معانا وخلاص. المهم يعني ان البريدنج، لما نيجي نكتب السؤال ده نكتب البريدنج في الاول، عشان هو مست كوما كومبليكيشن في التشيلدرن. ليه بيحصل كومبليكيشن نتيجه للبيبتيك السر؟ اشمعنى؟ اصل الميكل دايفيرتيكولا بيحتوي على جاستريك ميكوزا، تمام؟ جاستريك ميكوزا، فبيحصل اسيد سكريشن اوف هيتيروتروفيك جاستريك ميكوزا، تعمل ديسبيبسيا، اللقمه مش بتريحه، الاكل مش بيريحه، تمام؟ يعني العيل ده مثلا بياكل حاجه مثلا مش بتريحه، تمام؟ مش بيريحه. شبه ديودين الالسر، ولكن بيقول لك ان البين بتاع الميكرو دايفيرتيكولم ده الراوند الامبلكس. كومنلي ممكن البيشنت يجي ببليدنج بالريكتم، ريرلي بيرفوريشن. طب ممكن يحصل ايه؟ انفلاميشن. احنا قلنا كلمه ايه؟ حبي، اللي هو الايه؟ عندنا هيرنيا اوبستراكشن بليدنج وانفلاميشن. انفلاميشن اسمه ايه؟ ايتس. انفلاميشن يعني ايتس، يبقى ميكل دايفيرتيكولايتس. بس بقول لك بقى في مشكله، في ازمه ازاي يعني؟ ده انا قلت ان ده السيكم وده كده الابندكس بالشكل ده، تمام؟ وده كده الاليوم، ده كده الميكل دايفيرتيكولم بالشكل ده، بيحصل انفلاميشن في الحته دي. مش ملاحظين حاجه ان الميكل دايفيرتيكولم قريب من الابندكس، فيديني مانيفيستاشن شبهه، فما اعرفش. ممكن ادخل الاقي الابندكس سليمه، ممكن ادخل افتح عند المكبرني الاقي الابندكس سليمه، يعني هو بيتشابه ويتعارض مع مين؟ مع الايه؟ الابندسايتس، ودي مشكله، تمام؟ طب ممكن يعمل بيرفوريشن وبيريتونايتس. يبقى بقول لك لما تيجي تفتح ولقيت الابندكس سليمه، ادور على حاجه ثانيه، ممكن يكون في حاجه ثانيه. اصل العيان مش بيستهبل، وانت في تشخيصك برضو يعني اكيد انت دورت على حاجه معينه، وان كان مثلا مس دايجنوزس، ولكن في حاجه، اكيد في حاجه، يبقى دور. ممكن تكون في حاجه تانية، ممكن يكون في بيرفوريت بيبتيك السر، ممكن يكون ميكل دايفيرتيكولم، دور على حاجه تانية، تمام؟ ده اللي بنسميه الايتس. طيب الانفستيجيشن، في عندنا الباريوم، حاجه اسمها باريوم فول ثرو، وبيقول لك الاختبار ده فاشل. وعندنا البنتاجاسترين ستيميوليت تكنيشيوم 99 ايزوتوبيك سكان، ماشي؟ الباريوم فول ثرو ده بيصور المين؟ بيصور لي الميكل، بس بيقول لك فاشل. بيقول لك ايه؟ ماشي. عندنا البنتاجاسترين ستيميوليت تكنيشيوم 99 ايزوتوبيك سكان ده لوكالايز الهيتيروتروفيك، بيتارجت على الهيتيروتروفيك جاستريك ميكوزا اللي موجوده في الميكرو دايفيرتيكولم، تمام؟ بس بيقول لك بيستخدموها في حاله البليدنج بالركتم اثناء الاتاك، اثناء البليدنج. التريتمنت بيقول لك لو انا بعمل باريوم ستادي، بعمل اشعه، بالصدفه لقيت حاجه غريبه كده، اكتشفت انها ميكل دايفيرتيكولم، بدي العيان ريبورت، تقرير ان البيشنت ده عنده ميكل دايفيرتيكولم. اصل هو اصلا معظم هلاقي البيشنت ده من ضمن مثلا ال 98% اللي هم اسيمبتوماتيك، فجاي بالصدفه يعمل كده باريوم ستادي، فاكتشفت ان عنده ميكل، فبدي له تقرير ان البيشنت ده عنده ايه؟ عنده ميكل دايفيرتيكولم. طيب لو وانا بعمل عمليه بالصدفه كده، اي عمليه ان كانت، وبفتح كده بالصدفه لقيت في ميكل دايفيرتيكولم، طيب ممكن على حسب الجنرال كونديشن بتاع البيشنت. لو الجنرال كونديشن بتاع البيشنت تسمح ان هو ان انا اشيل الدايفيرتيكولم، اشيله، تمام؟ ليه؟ عشان افويد الكومبليكيشن. انا ما حصلش دلوقتي كومبليكيشن، ممكن يحصل بعدين، تمام؟ فبما ان البيشنت حالته تسمح فبشيل الدايفيرتيكولم. طيب بيقول لك بقى لو في انفلاميشن في الدايفيرتيكولم، في ميكل دايفيرتيكولايتس، يبقى اقف لحدنا بقى، اقف شويه وشوف. شوف لو كان البيز والريليتد لوب بتاعت الاليوم هيلسي، يعني مثلا ده كده الاليوم وده كده ايه؟ الدايفيرتيكولم. البيز بتاعت الدايفيرتيكولم والريليتد لوب ده كده مثلا ده الايه؟ ده الاليوم، تمام؟ الريليتد لوب بتاع الاليوم وده الدايفيرتيكولم وده البيز بتاعت الدايفيرتيكولم. قال لك هنبص على البيز وهنبص على التيرمينال اليوم او الايه؟ الريليتد لوب بتاعت الاليوم. لو هم هيلسي، لو لقيتهم هيلسي، بعمل ايه؟ اللي انا فاهمه يعني بعمل تانجينشال اكسجن، بقطع مماس تانجينشال كده، وخيط وبشيل اشيل الدايفيرتيكولم وخيط الحته دي، تمام؟ يبقى بشيل ايه؟ تانجينشال. طب فرضا انا لقيت البيز دي والاليوم انديوريتد كونجستد، في انفلاميشن في الحته البايظه، من الاخر الحته البايظه، بعمل ايه بقى؟ بعمل ريسيشن، هشيل كل ده كده، شيل كل ده واشيله خلاص، ارميه، واعمل ايه بقى؟ واعمل انستيموزس ما بين الحته الهيلسي دي، الطرف والطرف ما بين الحته الهيلسي والحته الهيلسي. يبقى لو لقيت ان البيز ولقيت اللوب كونجستد انديوريتد انفلامد، يعني الحته البايظه من الاخر، فبشيلها خالص ريسكشن وانستيموزس اوف ريليتد لوب. الحته الهيلسي بقى متبقيه، بعمل لها ايه؟ انستيموزس. ده كده شكل اللي اهو، ده كده شكل الميكل دايفيرتيكولم اهو، وبعد ما شلناه وخيطناه، ده كده اكسجن اوف ميكل دايفيرتيكولم. بالنسبه لي الهيرش سبرونج ديزيز مهم جدا جدا. طيب الهيرش سبرونج ديزيز، عايز اتكلم عن الايتيولوجي الباثولوجي الكلينيكال بيكتشر والانسنس والكومبليكيشن انفستيجيشن ديفرنشال دايجنوزس اند تريتمنت.
طيب بيقول لك دلوقتي الاكل بيمشي ازاي. من المفترض لو انا مثلا قلت ان دي حته من الانتستين، دي حته من الانتستين، تمام. من المفترض ان الاكل في المنطقه دي، تمام. الاكل هيمشي في المنطقه دي للمنطقه دي، تمام. المنطقه دي من المفترض انها توسع، الحته دي المفروض انها توسع، يحصل لها دايلاتيشن عشان تستوعب الاكل كده، حاجه اسمها بروبولجن او البريستالسيس، لان الاكل هينتقل من منطقه لمنطقه ثانيه. فالمنطقه الديستال دي من المفترض انها توسع عشان ايه؟ الاكل يعدي فيها، تمام. برضه نفس الكلام لما تعدي عن الناحيه الثانيه، الحته اللي بعدها توسع وهكذا، تمام. زي وانت بتحشي السجق كده نفس الكلام. طيب ايه اللي يخلي المنطقه دي توسع؟ ان فيه اعصاب هنا، في حاجه اسمها جانجليون سيل، حاجه اسمها الباراسمباثيك جانجليون، حاجه اسمها الاوربكس بريكسس والمايسنر بريكسس، دي موجوده في جدار الكولون، موجوده في جدار الامعاء. فايه اللي بيحصل؟ موجوده في جدار الكولون، فتخلي الكولون يحس بالاكل، يحس ان في حاجه هنا، تمام. فالكولون يوسع، يقوم الكولون لما يوسع يقوم الاكل يعدي ثاني كده. انا ده كده كولون، ده كده الكولون، تمام. الاكل في المنطقه دي، الاكل هيوصل للمنطقه دي، للمنطقه دي هتوسع، هتوسع عشان الاكل يعدي فيها بالشكل ده. طب ايه اللي خلى المنطقه دي وسعت؟ عشان في شويه اعصاب موجوده في جدار المنطقه دي. الاعصاب دي بنسميها الجانجليون سيل، اللي هي الاوربكس بلكسس والمينتريك بلكسس، تمام. الاوربكس بلكسس والمايسنر بلكسس، ماشي. طيب ايه المشكله يعني؟ دلوقتي بيقول لك في منطقه الريكتوسيجمويد ازاي؟ ده كده مثلا ان كده لو انا قلت ان ده كده ايه ده كده السيكم والاسندنج والديسندنج، ده كده ايه لو انا قلت ده كده الديسندنج كولون، ده كده مثلا ايه سيجمويد كولون، المفروض ده كده مثلا ايه الريكتم كده، ده كده الريكتم، ماشي. وده كده ايه الانا كانال. بيقول لك ان الجانجليون سيل اللي موجوده في جدار الكولون بتفقد لوس اوف جانج في الامبريولوجي، يعني لوس اوف جانجليون سيل، عشان كده بنسميه كونجنتال، تمام. يبقى لوس اوف جانجليون سيل من عند الانس كده ابورد وانت طالع كده، ياخد ايه انفولف من اول الانس وانت طالع، تاخد الريكتم وتاخد كمان السيجمويد، يعني الريكتم والسيجمويد الحته دي كده مش موجود فيها جانجليون سيل، تمام. يبقى من عند الانس كده اب تو الريكتوسيجمويد مفيش فيها جانجليون سيل. فالاكل لما يوصل للمنطقه دي مش هيعرف يعدي، ليه؟ عشان المنطقه دي ضيقه، المفروض انها توسع، مش عارفه توسع ليه؟ عشان مش حاسه بالاكل، مش حاسه بالاكل ليه؟ عشان الجانجليون سيل مش موجوده فيها، مش موجوده في جدار المنطقه دي، تمام. فالاقي الحته دي الاقي دلوقتي الحته دي مفروض انها ضيقه، تمام، المفروض انها ضيقه، الاكل المفروض يجي فيها توسع، ما وسعتش، تمام. فالحته دي فيها سبازم، الحته دي فيها ايه؟ فيها سبازم. المنطقه بقت بروكسيمال هتوسع ليه؟ عشان الاكل هيركن فيها، الاكل يبقى البروكسيمال دي يحصل لها ايه؟ دايلاتيشن، يحصل لها دايلاتيشن. الحته الديستال دي هيحصل فيها ايه؟ سبازم، هيحصل فيها ايه؟ سبازم. سبازم ليه؟ عشان المنطقه دي ما فيش فيها اعصاب، ما فيش فيها جانجليون، ما مش حاسه بالاكل، ففيها سبازم. المنطقه الوسطيه بقى اللي هي ما بين السبازم والدايلاتيشن، المنطقه دي بنسميها ترانزيشنال زون، مرحله انتقاليه كده بين السبازم والاستينوزا، والسبازم والدايلاتيشن. يبقى تاني المنطقه دي مش فيها اعصاب، فمش حاسه بالاكل، فالحته دي ضيقه، تمام. في حين الحته اللي فوقيها تبقى واسعه عشان مليانه اكل، تمام، هتبقى دايليتد، ماشي. الحته اللي في النص بتبقى ترانزيشنال زون. الكلام ده بيحصل فين؟ بيحصل العادي ان هو يحصل ريكتوسيجمويد، ده العادي. ممكن يبقى انفولف كل الكولون، يبقى ياخد كل الكولون، ساعات بياخد كل الكولون بالشكل ده. دلوقتي العضو الذي لا يستعمل يضمر، دلوقتي الكولون ما فيش فيه اعصاب خالص، ما فيش فيه جانجل خالص، تمام. فايه المشكله؟ الاكل هيجي عندي فيه مش هيعدي، فالكولون يبقى كله ضيق، الكولون يضيق ويصغر. ليه؟ لانه unused، مش بيستخدم. ليه؟ عشان الاكل مش بيعدي فيه، عشان الاستول يعني مش بيعدي فيه، عشان الاعصاب مش موجوده في جدار الكولون كله، فبنسميها التوتال اجانجليوزس. التوتال اجانجليوزس يعني الاعصاب مش موجوده في جدار الهول كولون، يعني كل الكولون، فتعمل حاجه اسمها المايكرو كولون. المايكرو كولون العضو الذي لا يستعمل يضمر، لان الكولون كله مش بيحس. حاجه ثانيه انه ممكن احنا قلنا العادي ان هو يبقى ريكتوسيجمويد، ممكن يبقى يعني الجانجليون سيل دي تفقد في منطقه الريكتوسيجمويد، ده ممكن تاخد حته بس من الريكتم، حته صغيره كده، تمام، فبنسميها الالترا شورت، تمام. يبقى لو خدت حته صغيره كده ايه من الريكتم بنسميها الالترا شورت هيرش سبرانج، تمام. يبقى العادي ان اللص الجانجليون سيل من عند الانس ابورد كده تاخد الريكتوسيجمويد، ده العادي. لو ممكن تاخد كل الكولون تعمل مايكرو كولون او حاجه اسمها توتال اجانجليوزس، تمام. ممكن تاخد حته بس من الريكتم صغيره كده بنسميها الترا شورت هيرش سبرانج ديزيز، تمام. نشوف الكلام كده. الايتيولوجي حاجه اسمها سوينسن ثيوري، ده بيقول لك كونجنتال ابسنس اوف باراسمباثيك جانجليون الاوربكس والمايسنر بريكسس اللي موجوده في جدار الكولون الديستال كولون اللي هي ريكتوسيجمويد، تمام. من اول الانس وانت طالع كده ريكتوسيجمويد. ليه؟ لان بيقول لك ان الجانجليون سيل في الامبريولوجي بدا يتكون كودلي، تمام. يعني حاجه في تكوين الامبريولوجي يعني ان من اول الانس كده وانت طالع بتبقى ايه، وانت طالع بتفقد، لان الجانجلا بتيجي من فوق لتحت كده كودلي، ماشي. مهم يعني حاجه في الامبريولوجي. طب ايه باثولوجي؟ سايت والستراكشر، السايت والميكروسكوبيك بيكتشر.
طيب السايت قال لك 90% من الحالات بتبقى بتنفولف الريكتو سيجمويد، الاجانجليوزز دي من اول الانس كده وتاخد الريكتو سيجمويد، ممكن تاخد السيجمويد كله تمام. طيب ممكن تاخد الهول كولون يعني توتال اجانجليوزز، العضو الذي لا يستعمل يضمر فيعمل مايكرو كولون. طيب ممكن كمان الاجانجليوز سيجمنت ري بتبقى بيقول لك الحته دي بتبقى ضيقه عشان ما فيش فيها بريستالسيس، الاكل بيوصل لها مش بتوسع تمام. تعمل كونتراكشن، تعمل كونتراكشن، تعمل ماس تمام، تعمل ايه ماس، فتعمل سبازم، المنطقه دي تبقى ضيقه، حاجه اسمها فانكشنال اوبستراكشن. فانكشنال يعني ما فيش حاجه سد الطريق، مش حاجه مثلا فورين بادي سد الطريق من جوه، دي حاجه فانكشنال يعني ما فيش اعصاب في المنطقه دي فمش حاسه، فالحته دي ضيقه، الحته دي ضيقه تمام، فانكشنال اوبستراكشن. طيب ليدنج تو المنطقه اللي فوقيها يصلها هايبرتروفي ودايليتيشن تمام. طيب والمنطقه اللي في النص تبقى اسمها ترانزيشنال زون تمام. الماكروسكوبيك قال في ثلاثه ديستنكتيف سيجمنت من بروكسيمال ديستال، البروكسيمال بتبقى دايليتد هايبرتروفايد تمام. في عندنا سباستيك سيجمنت من اول انا كنال كده اب تو ريكتو سيجمويد، ممكن تاخد الايه فاريبل لينث اوف كولون، ممكن تاخد كل الكولون تمام. وفي النص في ترانزيشنال زون 1 او 2 انش. طيب تمام ده كده ايه تمام. ممكن كمان بيقول لك ايه بيحصل هيوج دايلاتيشن للبلفيك كولون ماشي. بالنسبه لي ده كده شكل الايه الكونجنتال ميجا كولون بالشكل ده كده اهو، الاقي هنا الحته دي ضيقه، الحته اللي في النص ترانزيشنال، والحته دي واسعه تمام بالشكل ده ماشي، ده بنسميه الكونجنتال ميجا كولون. طيب المايكروسكوبيك بيكتشر، المايكروسكوبيك بيكتشر لو انا خدت عينه فرجت تحت الميكروسكوب هلاقي الاوربكس بلكسس والمايسنر بلكسس مش موجوده، اللي ابسنس اوف جانجليون سيل تمام، موجوده فين؟ في السباستيك والترانزيشنال تمام. يبقى السباستيك والترانزيشنال مش موجود فيهم اعصاب، مش موجود فيهم جانجليون سيل. اما حته الدايليتد، حته الدايليتد موجود فيها جانجليون، ولاقي كمان ايه، ولاقي كمان يعني المشكله كلها في السباستيك والترانزيشنال ما فيش فيها اعصاب، اما الدايليتد كان فيها اكل وهي استجابت للاكل وسعت تمام، اذا فيها اعصاب. طيب لو بصيت على النيرف فايبر بقى، انا بتكلم على الايه، الجانجليا مش موجود تمام، اما النيرف فايبر كده كده موجود. النيرف فايبر هنا النيرف تيرمينال بيحتوي على كيميكال ترانسميتر، الكيميكال ترانسميتر ده بيتحشر تمام، بينحشر في الايه في النيرف تيرمينال، فلاقي النيرف فايبر هايبر تروفايد، هايبر ايه تروفايد، الاقي النيرف مليان كيميكال ترانسميتر مش بيخرج تمام، ما بيخرجش لان ما فيش اصابه، ما فيش ايه، ما فيش اشاره عشان ما فيش جانجليون تمام. طيب يبقى إذن الاقي absence of ganglion cell together with the hypertrophied nerve fiber. طيب ده اللي انا فاهمه يعني من الموضوع يعني تمام. طيب ال complication or cause of this بلاقي toxic absorption delayed leading to delayed growth وانيميا تمام. طيب recurrent attack من anterior colitis بيسموه Hirsch's prong associated anterior colitis تمام. ممكن يحصل acute on top of chronic intestinal obstruction، الكولون يسحب الميه، يسحب ايه الميه، فالفيسز اللي موجود في الكولون يبقى ناشف فيعمل ايه، يعمل fecal impaction تمام، فيعمل ايه، يعمل acute on top of chronic intestinal obstruction. ممكن كمان يضغط على الدافرام ويعمل interfere مع الريسبيراتوري موفمنت، ممكن يعمل chest infection، العيل ده يبقى رفيع كده شكله غريب شويه، بنسميه spindle shape infant، spindle shape infant سبندل، بلاقي دراعات رفيعه وبطنه تخينه تمام، سبندل شيب انفنت. طيب الانستنس بتحصل في الفيرست الميل فيرست بيبي، الميل فيرست بيبي بوزيتيف فاميلي هيستوري، مش بتفكرنا بحاجه بالشيبس اللي هي كونجنتال هايبرتروفيك بايلوريك ستينوزس تمام، برضه كان نفس الكلام، كان ميل فيرست بيبي بوزيتيف فاميلي هيستوري. الكلينيكال بيكتشر نقسم الكلام ده كده اونست وسيمتوم وساين تمام. طيب الاونست بتحصل ايه سون افتر بيرث، السيمتوم كونستيبيشن وديستنشن، الساينز الاقي في عندنا فيكال ماس في الرايت في الالياك فصه، والاقي البي ار، والاقي العيان جاي لي بالكومبليكيشن. طيب الانست بعد البرس على طول السيمتوم الاقي كونستيبيشن وديستنشن، الكونستيبيشن الطفل مش بيباص الميكونيوم في الفيرست تو داي، في الفيرست تو داي تمام، يعني الطفل مش بيعمل كونستيبيشن، مش بيعمل ديفيكيشن اصلا، مش بيعمل ايه ديفيكيشن، مش بينزل الميكونيوم، الميكونيوم ده بدايه الاستول في بدايه عمره كده بنسميها الميكونيوم ماشي. طيب فالطفل عشان ينزل الميكونيوم ده لازم ادخل صباعي في الريكتم تمام، لازم ادخل صباعي في الريكتم او اديله لبوس، اديله ايه لبوس او ادخل صباعي في الريكتم عشان الطفل ينزل ايه، ينزل حته الميكونيوم اللي فاضله في الايه اللي موجوده في الكولون تمام. ولو نزلها، لو نزل الميكونيوم بيبقى شبه معجون السنان، بيبقى نازل كده يعني ايه كورد لاي كده، او شبه الخيط نازل كده شبه المعجون السنان، توث بيست لايك موشن افري فيو دايز، يعني كل كام يوم كده ينزل شويه ايه شويه ميكونيوم، بعد ما ادخل صباعي او ادخل اللبوس بلاقي الميكونيوم اللي طالع شبه معجون السنان، ولا عنده ايه ابدومينال ديستنشن. بيقول لك ان اني نيو بورن بريزنت وذ ديليد باسج اوف ميكونيوم اكتر من 24 ساعه should be considered هيرشز برونج ديزيز until proven otherwise.
في عندنا الساينس الاقي في كالماس بحسها في الاليك فاصه، البي ار، البي ار لما اعمل بي ار اكزامينشن بلاقي الريكتم او الاقي الانس فاضيه، لان الستول مش بيوصل تحت، تمام، والاقي الريكتم فاضي، الريكتم ايه فري انس وامتي ريكتم، بس بان الحته دي هلاقي فيها سبازم، فلاخد صباعي كده الاقي الريكتم بايه بيقرص على صباعي كده، جريب فيرملي اوفر ذا فينجر، تمام، هو فاضي بس ايه بيقرص كده على صباعي لما ادخل ايه لما ادخل بي ار اكزامينشن، تمام. طيب في عندنا البيشنت ممكن يجي بكومبليكيشن، احنا قلنا ممكن نكتب الكلمه دي في اي مرض، تمام، زي مثلا الايه انتيري كولايتس. الانفستيجيشن اعمل باريوم انما، اعمل اشعه ومانومتري والبايوبسي. الاشعه باريوم انما بلاقي الحته حته سبازم وحته دايليتد، تمام، حته سبازم دي النارو سباستيك سيجمنت اكستند تو ان ريجون، والاقي الحته اللي ايه بروكسيمال دايليتد كولون شبه القمع، شبه القمع يعني كده حته مثلا دايليتد كده بالشكل ده وحته ضيقه شبه ايه شبه القمع الفانل شيب. طب المانومتري لما حاجه اسمها ايه ابسنس فيسيولوجيكال ريفلكس، من المفترض بيجيبوا حاجه شبه البالونه كده، شبه ايه البالونه دي كده مليانه ايه زي ميه او في حاجه يعني بالونه مثلا مليانه ميه مثلا، تمام. من المفترض ان الريكتم لو سليم، لو الجانجلا فيه كويسه يعني بتستجيب لان في ماس، في حاجه في ايه في حاجه في المنطقه دي، من المفترض ان الريكتم ده يوسع عشان يعدي البالونه دي، الريكتم مش هيوسع، يبقى لوس اوف فيسيولوجيكال ريلاكسيشن، الحته دي مش هيحصل لها ريلاكسيشن ومش هتوسع وتعدي البالونه دي، تمام، يبقى تدخل زي بيدخل زي حاجه زي بالونه كده، تمام، الاقي الريكتم مش بيستجيب، يبقى لوس اوف او ابسنس لفيسيولوجيكال ريفلكس يعني ابسنس اوف ريلاكسيشن للانسفنكتور. الانسفنكتور ما بيحصلوش ريلاكسيشن، ما بيحصلش ريكتال ديستنشن او حاجه اسمها ريكتو انال ريفلكس، لما ادخل بحاجه فوق المنطقه اللي فيها المشكله دي الاقيها مش بتوسع، يعني لوس اوف فيسيولوجيكال ريفلكس. البايوبسي هفرج هلاقي ابسنس اوف جانجليون سيل، ما فيش مايسنر وما فيش اوربخس بلكسس. ده كده شكل الاشعه اهو بالشكل ده، الاقي الحته دي ضيقه، الحته دي ضيقه، والحته دي واسعه. الديفينيشن دايجنوزس بفرقها من الاذر كوز، من الاذر كوز اوف هيوج ابدومينال ديستنشن في الانفنت، وبفرقها من الاكوايرد ميجا كولون او الايديوباثيك ميجا كولون. مش احنا قلنا ان في اللي احنا بنشرحه ده اسمه كونجينيتال ميجا كولون، يعني مولود بيه، ما فيش جانجليون سيل في المنطقه دي. طب هو ممكن يحصل ميجا كولون اكوايرد، يعني يعيش فتره من عمره كويس جدا ويحصل ايه اكوايرد ميجا كولون. طيب نبص كده، ايه الحاجات اللي تعمل ابدومينال ديستنشن في الانفنت، ايه الحاجات اللي تعمل سبندل شيبد انفنت، يبقى دراعاته رفيعه وبطنه تخينه، تمام، عنده بس حاجه اسمها ويلمستيومر، حاجه اسمها نيورو بلاستوما، تمام. طب الاكوايرد ميجا كولون ده واحد بيتزنق عايز يعمل ديفيكيشن، طب واقف مثلا مسافر ممكن يقعد ساعات في السفر، او شغال شغلانه معينه مثلا بيقعد ساعات في الشغل ومش هيقدر يسيب الشغل او مش هيقدر يسيب السفر ده ويروح يعمل ديفيكيشن مثلا، فاللي بيحصل بيحصل تعود، مساله تعود الجسم او الايه السفنكتر والكلام ده، السفنكتر بيبدا يتعود ان هو ايه يبدا يستحمل، فيحصل زي ايه يبدا يستحمل ان هو الجسم يتعود يعني ويستحمل ان هو يقعد ممكن يقعد ايام ما يروحش الحمام وما يعملش ديفيكيشن، فمع الوقت ممكن يعمل ميجا كولون ناتجه من ايه؟ ناتجه من الفولتي باول هابت، ان هو ما بيروحش الحمام لما يزن، تمام؟ يبقى ده بنسميه ايه؟ الفولتي باول هابت، بيحصل استينوزس وسبازم او ابيوز للبرجاتيف، ممكن يحصل ابيوز نتيجه لابيوز للبرجاتيف، تمام؟ بتحصل في الاولدر ايج جروب، ممكن يحصل في الشايلد هود. طيب البي ار الاقي بينفول وسباستيك سفنكتر، تمام، نتيجه السفنكتر مستحمل كتير قوي، السفنكتر بقاله كام يوم هو غصب هو اللي بيعملها بمزاجه، تمام، لان هو مش ما بيروحش ايه الحمام يعمل ديفيكيشن، تمام. طيب الاقي الريكتم فول اوف انسبيسيتد فيسز، يعني فيسز بقاله كام يوم انسبيسيتد يعني نشف بقاله كتير قوي، تمام. طيب الباريوم انما الاقي دايليتيشن للبوث كولون والريكتم، ما هو نفس الكلام، هو الريكتم والكولون مليان ستول، فالاقي دايليتد الاقي ايه دايليتد، تمام، داون تو ان الكنال. ولكن الفكره هنا بقى لما اخد بايوبسي واعمل مانومتري الاقي نورمال، اشمعنى؟ اصل الجانجل سيل موجوده، يعني عنده لو دخلت زي بالونه كده او حاجه هنا عشان اشوف الريفلكس بلاقي الريكتم بيتسع، تمام، يعني في استجابه، يعني في جانجل سيل موجوده، ولما اخد بايوبسي هفرج هلاقي المايستر موجوده، مايستر بريكسس والاوربكس بريكسس موجوده، يعني المشكله هنا مش كونجنتال، المشكله مش في الول، انت ظلمه، تمام، المشكله هنا فيك انت ما بقى ايه معود نفسك، عودت السفنكتر انك ايه تروح بعد كام يوم كده، فحصل ايه حصل اكواير ميجا كولون. التريتمنت غالبا كونزرفاتيف، يعني اقول له زي ما انت عودت نفسك انك تروح بعد كام يوم او انك ايه تاخر الديفيكيشن، لا، لما يجي لك
لما يجي لك الديزاير دي روح، يعني مع الوقت عود نفسك انك تروح على طول باستمرار، تمام، او تروح تفضي يعني، تمام. يبقى ايه كونزرفاتيف؟ يبقى اظبط الباول هابت، يخليه يظبط الباول هابت، يعمل تريننج يعود السبنكتر ويعود نفسه انه يروح على طول، تمام، بحيث ان ما يحصلش ايه الستول ما يركنش. طيب ريرلي في ريزيستنت كيسز، لو في سيفير ابنورمال ديستنشن ممكن اعمل ايه السيجمويد كوريكتومي، وان ستيج سيجمويد كوريكتومي. طيب ايه التريتمنت بقى اللي انا بتكلم عليه ده؟ الديفينيشن دياجنوستس. طيب التريتمنت بتاع الكونجينيتال ميجا كولون اللي هو عنده اوريدي عنده الايه الجانجليون ستيم مش موجوده. طيب في عندنا بري اوبرت اوبريشن وعندنا العمليات. البري اوبرت اوبريشن بظبط الجين كونديشن بتاع البيشنت، تمام، وبعمل حاجه اسمها تحضير قولون الكولونيك لافاج، بستخدم صارين انما مش ميه حنفيه، بستخدم صارين انما عشان ايه افويد الووتر انتوكسيكيشن. بعمل حاجه اسمها البريليمينري كولوستومي. بريليمينري كولوستومي بعمل كولوستومي لو الطفل ده صغير لسه وزنه قليل، وزنه اقل من 10 كيلو مش عارف اعمل له العمليه فباجلها شويه. بعمل له ايه لو وزنه اقل من 10 كيلو؟ باجل العمليه وبعمل له حاجه اسمها البريليمينري كولوستومي لحد ما وزنه يكبر، يعني يبقى اعلى من اكبر من 10 كيلو، ساعتها هعمل له ايه العمليه، تمام. ايه العمليات بقى؟ بقول لك العمليات دي لازم يكون الطفل عنده 10 كيلو. بستخدم بعض العمليات كده، في عمليات اوبسوليت قديمه وعمليات بستخدمها دلوقتي، تمام. طيب طبعا العمليات احنا مش علينا عمليات، مش علينا عمليات، احنا بس هنعرف اسماء العمليات وناخد فكره بس كده على قد ما نقدر، يعني ايه نحاول على قد ما نقدر، تمام. ده بالنسبه للزقازيق. الجامعه الثانيه نشوف بقى، شوفوا نظامكم كده ويعرفوا العمليات اللي عندكم. طيب في عندنا سوينسون اوبريشن وحاجه اسمها الدوام الاوبريشن، ودول اوبسوليت ما عادش بيعملوهم، وفي حاجه اسمها السوف او اسمها السواف اوبريشن. السواف اوبريشن دي اللي بيستخدموها، دي اللي بيعملها دلوقتي اللي المصطبه بيضار. في حاجه اسمها اللين اوبريشن. طيب السوينسون والدوام الاوبريشن ما عادش بيعملوه، تمام. الاسلام السوينسون دي بعمل اي حاجه اسمها ابدومينال برينيال ريسكشن، بشيل الريكتم وبشيل بشيل الايه الريكتم، بشيل الريكتم كله وبشيل الحته البايظه من الكولون او الحته السباستيك والترانزيشنال زون، الحته البايظه من الكولون لحد ما اوصل لهيلثي كولون، تمام. يبقى الحته مثلا الحته اللي فيها سباز من ايه وترانزيشنال والحته الواسعه، الحته البايظه كلها من الريكتم والكولون بشيلهم، تمام، بشيل كل الكلام ده وبوصل بقى لهيلثي كولون بالايه الانا كانال. يبقى بوصل الهيلثي كولون فوق بالانا كانال تحت. طيب عيوب العمليه دي ان هو بيعمل ايه؟ بيفرتك البلفس، بيفرتك، بيعمل يشيل هو داخل، عمال يقطع ويشيل يقطع ويشيل، فبيعمل ايه اكستنسيف بلفيك دايسكشن. ممكن هو بيقطع كده يعمل انجري للبلادر، ممكن يعمل انجري للسكس اورجان فيعمل ايه سكس اورجان انرفيشن، فيعمل انكونتيننس، يعمل امبوتنس، تمام. طيب كمان هو بيشيل ريكتم، فالعيان ده مش هيحس مش هيحس بالديزاير اوف ديفيكيشن، تمام. يبقى لوس اوف ريكتال سنسيشن وستورج كاباسيتي، ماشي. في حاجه اسمها الدوام الاوبريشن. الدوام اللي بيعملوا ايه؟ الدوامل والمودفاي الدوامل. الدوامل قال لك ده انا هشيل الدايليت السيجمنت بتاع الكولون اب داون تو البروتونيال ريفليكشن، انا مش هشيل الريكتم كله، انا هسيب حته من الريكتم عشان اخلي العيان يحس بالديزاير اوف ديفيكيشن، تمام. يبقى بسيب ريكتال ستامب، بسيب حته ريكتم، تمام. طيب وبقول لك الحته الكولون اللي فاضله الهيلثي كولون فوق البروكسيمال كولون بوصلها تو بوستيرير انستموس تو ايتس بوستيرير رول جاست اباف السفنكتر، تمام. في حاجه اسمها المودفاي الدوام الاوبريشن، بيقول لك السبور ما بين الكولون والريكتال ستامب كراشد او ديفايدد والستابلر زي دباسه كده بيستخدموها عشان يعملوا كراشنج للاند دي عشان تو هاف وان باوتش، عشان كل ده عشان عايز يحتفظ بجزء من الريكتم عشان العيان يحس بالايه بالديزاير ريفيكيشن بريزيرف ديركتال سنسيشن في الانتيريور وول والنورمال بيرستالسيس في البوستيريور وول. الديس ادفانتج ممكن يحصل فيه كالامباكشن، حته الريكتم اللي فاضله دي ممكن الاستوري يحشن فيها يحصل فيها ايه بلايند اسمها الريكتال بلايند ريكتال ستامب دي تعمل فيها في كالامباكشن. هنا بقى بقول لك البلفيك دايسكشن وان كان اقل من السوينسون ولكن مازال برضه خطير، مازال خطير. السواف اوبريشن دي السواف اوبريشن ده بيعملوا ايه؟ ده المصطبه بيضر، ده بيعملوا ايه؟ بيقول لك انا مش هشيل الريكتم، انا هشيل الميوكوزا بتاعت الريكتم وبخلي الريكتم عباره عن حته مصل، حته ايه مصل. يبقى دايسكشن واكسشن للريكتال ميوكوزا، تمام. طيب بخلي الريكتم حته ايه ماسكولار كاف، تمام. بجيب بقى بعمل بولينج للكولون، بنزل الكولون كده وثرو الريميننج ريكتال ماسكولار كاف وبخيطه جاست اباف الدنتيت لاين. يبقى بشيل الريكتال ميوكوزا وبسيب الريكتم از ماسكولار كاف وبيشدوا الكولون وبيخيطوه جاست اباف الدنتيت لاين، تمام. ده بيقول لك ده بيحافظ على البريستالسيس في الانر كوت وبيحافظ على الريكتال سنسيشن في الاوتر كوت، يعني كده البريستالسيس شغاله كويس فمش هيحصل امباكشن والسنسيشن شغال كويس فالعيان يبدا يحس بالديزاير اوف ديفيكيشن، يعرف ايه يروح الحمام براحته، تمام. يبقى الادفانتج ده الادفانتج اوفر دوامل. يعني ايه مميزات السواب على الدوامل؟ بيقول لك نو بيلفيك دايسكشن، انا ما عملتش الدايسكشن الكتير، يعني ما عدتش اقص اشيل في الريكتم والكلام اللي هو الايه بتاع الدوامل ده، تمام، ولا حتى ست بلايند باوتش،
يعني ولا شلت كتير ولا سبت بلايند باوتش، لا ده انا شلت الميوكوزا بتاعت الريكتوم. تمام، قال لك ممكن اعمل العمليه دي ترانس انال او لابروسكوبيك. ترانس انال حاجه اسمها ترانس انال بول ثرو ميكوزيكتومي اوبريشن، ولابروسكوبيك ايه ابروتش حاجه اسمها ترانس انال بول ثرو. تمام، ممكن برضه يستخدموها. طيب اللين اوبريشن، اللين اوبريشن استخدموها امتى بقى؟ لو كانت الترا شورت هيرش سبرونج. الترا شورت يعني اللوس جان جنسل واخده بس حته من الركتم، مش واخده الركتم كله. فقال لك لما تيجي تقطع بتقطع الركتم مصل 1 سم بس، ما بتقطعش الركتم كله، لا بتقطع بس ايه 1 سم اللي هي فيها مشكله، اللي فيها لوس جان جنسل. تمام، فبنسميها ايه اللينز اوبريشن. ده بيقف الالترا شورت هيرش سبرونج ديزيز، قال لك باخد الحته اللي فيها مشكله 1 سنتي استريب اوبريكتال اوبريكتال ماسل ريستريكتد اب تو ترانزيشنال زون، لحد ما اوصل لترانزيشنال زون سكسسفول في حاله الالترا شورت هيرش سبرونج ديزيز. ممكن حاجه اسمها ترانس انال اندوريكتال بول ثرو، لك ديسكشن للريكتال ميكوزا. ممكن دان كومبليتلي فيا الانر روت النورمال كولون بيشدوه بول داون اند ستموز تو انال ميكوزا. طيب حاجه اسمها لابروسكوبي يوز ان اول بروسيدجرز فور ديسكشن للكولون فور او فاسيليتيتنج الترانس انال بول ثرو. انا بس بقرا الكلام وبنحاول نقرب الكلام على قد ما نقدر. طيب دي عندك الانتستينال تي بي، برضه نقراها كده الام سي كيو. يعني الانتستينال تي بي اللي في عندنا الايتيولوجي والايتيولوجي والباثولوجي، في عندنا الايه الكومبليكيشن والكلينيكال بيكتشر انفستيجيشن والتريتمنت. طيب في عندنا الايه انتستينال تي بي، الانتستينال تي بي قد يكون ايه طبعا زي ايه انفكشن. انا بتكلم على ايه الاورجانيزم والروت. الاورجانيزم اسم الاورجانيزم اللي احنا عارفينه المايكوبكتيريوم تيبركلوزس اسيد فاست الكحول فاست، ده شغل مايكرو. تمام، طيب الروت اوف انفيكشن ده تو تايب اوف اورال روت، يعني عشان يوصل للانتستين طبعا في الانهيليشن والانجكشن والانجيشن والكلام ده، بس هنا احنا بنتكلم على الانتستينال تايب، يعني بيجي عن طريق الاورال انفيكشن. في نوعين من الاورال انفيكشن، قد يكون سكندري انفيكشن او برايمري انفيكشن. سكندري انفيكشن ده واحد عنده بلمونري تي بي، واحد عنده بلمونري تي بي فبينزل ايه بيكح بلغم. البلغم اللي بيكحه ده بدل ما يكحه بلع، يعني كح البلغم وبلعه. تمام، يبقى swallowed infected sputum. تمام، السبيوتم ده ينزل ويعمل حاجه اسمها ulcerative TB enteritis. تمام، طيب البرايمري في حاجه اسمها برايمري انفيكشن. البرايمري انفيكشن ده واحد شرب لبن، اللبن ده موجود فيه الاورجانيزم اللي اسمه التي بي البوفاين باسيلاي. البوفاين ايه باسيلاي، موجود في اللبن البقري. تمام، اللبن شربه وموجود فيه ايه التي بي باسيلاي. تمام، لما ينزل يعمل حاجه اسمها الهايبربلاستيك اليوسيكال تي بي. يبقى اذا في نوعين من الباثولوجي، الالسيراتيف تي بي انتيرايتس ده بينتج من السكندري انفيكشن، ده واحد كح بلغم وبلعه. تمام، طيب كح بلغم وايه وبلعه. طيب الباثولوجي الثاني هي حاجه اسمها الهايبر بلاستيك اليوسيكال تي بي، ده ناتج من برايمري انفيكشن. ده عباره عن ايه برايمري؟ يعني اول مره تخش الجسم. تمام، ده ناتج من ايه؟ ان واحد شرب ايه لبن يحتوي على التي بي باسيلاي. طيب ايه الباثولوجي؟ يا اما الالسيراتيف يا اما الايه الهايبر بلاستيك. الالسيراتيف ده موجود في عايز اشوف السايت والاستراكشر. السايت ما دام موجود في التيرمينال ايليوم بيقول لك اشمعنى؟ عشان هاي ابزوربت الباور وريليتيفلي استاجنت كونتنت واباندنت لينفاتكس. والتي بي احنا من معروف ان هو بيحب اللينفاتكس. تمام، بيعمل لينف انجايتس ولينف ادينايتس. تمام، التي بي بتوصل للتيرمينال ايليوم اشمعنى؟ عشان البيرز باتش. البيرز باتش موجوده في التيرمينال ايليوم. الباسيلاي بتوصل للليمفويد فوليكل. الباسيلاي دي من المعروف ان ده بقى هاي فيريولنت اورجانيزم، والشخص ده بيبقى مناعته قليله لو ريزيستنت، بيحصل سلافنج للميكوزا وتعمل ألسر. تمام، بيحصل سلافنج للميكوزا وتعمل ألسر. يبقى الاورجانيزم وصل لللمف نود البيرز باتش اللي موجوده في التيرمينال ايليوم، والاورجانيزم ده قوي فيريولنت يعني عنيف والمناعه قليله، بيحصل سلافنج للميكوزا تعمل ألسر. الاستراكشر عايز اعلق على الافكت سيجمنت، بعلق على الميزنتري وبعلق على الميكوزا. طب الافكت سيجمنت فيها سويلنج كونجيشن السيروزا، من المعروف ان الايه الجي تي بتاعتنا فيها عندنا الميكوزا والماسكيروزا، وفي عندنا حاجه اسمها الايه في حاجه اسمها السيروزا. تمام، يبقى ميكوزا سيميكوزا وماسكيروزا والسيروزا. بلاقي ده انا بس ده قلت كده الايه ده الانتستين بالشكل ده متغطيه بحاجه اسمها السيروزا. تمام، بلاقي في تيوبركل تحت السيروزا بنسميها سب سيروزال تيوبركل، يبقى سب سيروزال مالتيبل تيوبركل. تمام، طيب الميزنتري بلاقي الليمف نود انلارج الليمف نود، ممكن يحصل لها كازيشن، ممكن يحصل لها كازيشن. تعمل لما تحصل لها كازيشن ما تعمل كازيشن تعمل حاجه اسمها ايه التيبس ميزنتريكا. بلاقي الليمف نود كده، الليمف نود بتتجمع مع بعض كده، الليمف نود بتتجمع مع بعض كده بتعمل حاجه اسمها التيبس ميزنتريكا. تمام، التيبس ايه؟ التيبس ميزنتريكا. تمام، طيب في عندنا الميكوزا فيها انفلاميشن يحصل سلافنج فتعمل ألسر. الألسر دي بتبقى مالتيبل ترانسفيرس، في حاجه اسمها جيرد الألسر، تبقى واخده كده الوول بالشكل ده كده، واخده الوول بالشكل ده كده. تمام، لو جيت بصيت الاقي الألسر ده كده شكل الألسر بالشكل ده. تمام، بتبقى ترانسفيرس كده واخده الايه واخده الوول، حاجه اسمها الجيرد الألسر. طيب زي اي ألسر، الألسر انا بعلق على المارجن من فوق وبعلق على الايدج
ده كده الايدج تمام، وبعلق على الفلور تمام، وبعلق على البيز. يبقى كده المارجن من فوق شكله ايه، والايدج وهي نازله كده شكلها ايه، والفلور من جوه، والبيز تحتها البيز تمام. وهنا معروف ان الالسر في ماشي جنبها بلاد فيزل، ممكن الالسر دي تعمل ايروجن للبلاد فيزل، تعمل بليدنج تمام. طيب فبعلق على المارجن والايدج والفلور والبيز تمام، والنمبر بتاعها بلاقي النمبر تبقى مالتيبل، الشكل بتاعها ترانسفيرس، بتعمل حاجه اسمها جيردل الالسر، الجيردل الالسر تمام. طيب الالسر دي بتبقى بالشكل ده كده، الالسر دي بالشكل ده، المارجن بتاعها سيانوتيك مارجن، سيانوتيك مارجن تمام. طيب الايدج بتاعها بتبقى اندر مايند، بتخبي جزء منها اندر مايند بالشكل ده كده اندر مايند تمام. الفلور بتحتوي على جرانيوليشن كازيشن تمام، جرانيوليشن كازيشن. البيز بتاعتها بتبقى انديوريتد بيز تمام. يبقى المارجن سيانوتيك طبعا، هي مالتيبل الالسر تبقى ترانسفيرس جيرد الالسر، سيانوتيك مارجن اندر مايند ايدج، والفلور بتبقى جرانيوليشن تشو كازيشن، والبيز بتبقى انديوريشن. كمان ممكن يبقى بزر جنبها يحصل له ايروجن، وممكن يعمل ايه، ممكن يعمل بريدنج. طيب الهايبر بالنسبه للهايبر بلاستيك، طيب الهايبر بلاستيك الناتج من البرايمر انفيكشن، واحد شرب لبن يحتوي على التبي باسيلاي تمام، بيبقى موجود فين السايت والاستراكشر. السايت بلاقي في موجود في الاليوسيكال ريجون، التبي او الباسيلاي بتوصل للليمفويد فوليكلز تمام. دي تو ريليتيفلي هاي ريزيستنس اوف ذا بودي، بيحصل جود لوكال رياكشن، هناك المناعه قليله، اما هنا المناعه الى حد ما كويسه، لا بيحصل لوكال رياكشن هايبربليزيا وانديوريشن تمام. طيب الماكروسكوبيك قال الافكت سيجمنت شكلها ايه، الميزنتري شكله ايه، والميكوزا شكلها ايه. الافكت سيجمنت بلاقي الافكت سيجمنت بقى سيك انديوريتد، ممكن يحصل فايبروزس، تعمل ايه السبايبروز وستريكشر، فممكن يحصل تستاينر اوبستراكشن تمام. بلاقي الوول اليوم النارو اليومن شورتنينج اوف اسينج كولوم تمام. يبقى الافكت سيجمنت سيك انديوريشن، في فايبروزس وستريكشر، فلاقي بيحصل شورتنينج للاسينج كولوم، للاسينج كولوم نارو اليومن، ممكن نعمل تستاينر اوبستراكشن. طب ده شكل كده الايه، ده شكل طب نكمل كده، نكمل بس الايه الهايبر بلاستيك. الهايبر بلاستيك الميزنتري بيبقى ايه، ليمف نود وذاوت كازيشن، ليمف نود ايه وذاوت كازيشن، والميكوزا فيها انفلاميشن. طيب ده شكل الايه، ده شكل الالسر اهو، الالسرتيف تايب بالشكل ده تمام، بتبقى ترانسفيرس بالشكل ده، بتبقى مالتيبل تمام. وده شكل الهايبر بلاستيك في ستريكشر اهو، في ستريكشر تمام، فايبروس وستريكشر، ممكن يعمل ايه اوبستراكشن. الكومبليكيشن طبعا عارفين الجنرال والوكال، جنرال زي اي تيبي بصفه عامه، في تيبي توكسيميا، في نايت سويت، لو جريد فيبر والكلام ده تمام. طيب في انيميا، في كاشيكسيا. طيب اللوكال في عندنا انتستينال اوبستراكشن، بيرفوريشن، ابسس فيستولا، والمال ابزوربشن. الانتستينال اوبستراكشن تبقى فيري كومن، اشمعنى؟ عشان بيحصل هيلينج باي فايبروزس للترانسفيرس السر، بيحصل فايبروز وستريكشر، فتعمل نارو اليومن انتستينال اوبستراكشن، وكمان في عندنا سيروز الادهيشن. البيرفوريشن تبقى رير ليه، عشان الفايبروزس والادهيشن والسك تمام وسكنج. الابسس والفيستولا تبقى رير، ممكن تحصل انترنال اكسترنال فيستولا تمام. طيب الا مال ابزوربشن نتيجه للدايريه، نتيجه للاستاجنانت لوب سندروم، او نتيجه للديزيزد اليوم. بالنسبه للكلينيكال بيكتشر هتكلم على النوعين اللي احنا اللي معانا دول، اللي هم الالسيرتيف والهايبر بلاستيك اليوسيكال تي بي. في كل واحد فيهم هلاقي فيه كوليك، فهلاقي فيه دايريه تمام، والاقي فيه كلشر او كومبليكيشن. وحاجات ثانيه مميزه يعني، هلاقي برضو هنا كوليك برضو نفس الكلام، ادي كوليك كوليك ودي دايريه ودي البيكتشر اوف كومبليكيشن. طيب الالسيرتيف تي بي كان ناتجه من البرايمري، كان بيبقى عنده اصلا، كان بيبقى سكندري يعني، عنده مثلا بالمونري تي بي وكح بلغم، البلغم ده لما كحه بلعه ثاني تمام، يبقى ده عنده ايفيدنس للبالمونري تي بي، عنده اصلا هيستوري البالمونري تي بي وايفيدنس للبالمونري تي بي، وعنده تي بي توكسيميا تمام. بلا عنده كوليك ولا عنده دايريه، بتبقى كرونيك بلادي عشان الالسر بتعمل ايروجن للبلافيزر اللي جنبها تمام. والاقي بيكشر كومبليكيشن، احنا قلنا ممكن نكتب الكلمه دي في اي ديزيز، الاقي عنده انيميا روسوفيت ماشي. طيب بالنسبه للنوع الثاني الهايبر بلاستيك اليوسيكال تي بي، ده ناتج من واحد مثلا شرب لبن في يحتوي على تي بي بسولاي، الاقي عنده كوليك، الكوليك ده بيبقى اتاكس تمام، هو سب اكيوت او اكيوت اون توب كرونيك انتستينال اوبستراكشن تمام، بيحصل اوبستراكشن نتيجه للستراكشر فايبروزس تمام. الدايريه تبقى انترميتنت استياتوريه، الاقي في ماس كوليكيه في الرايت ايلك فوسطه تمام، بتبقى فيرم وتندر. واحنا قلنا الحاجات اللي تعمل ماس في رايت اليك فوسطه قلناها في الفيديو اللي فات في الابندسايتس تمام. طيب كان من ضمنها الماس اللي موجوده في رايت اليك فوسطه التي بي ماشي. البيكشر كومبليكيشن برضه نفس الكلام. طيب البيكشر كومبليكيشن ممكن يبقى اي حاجه. الانفستيجيشن في عندنا اللاب والاشعه والعينه بايوبسي. اللاب بلاقي السي بي سي، سي بي سي الاقي مثلا ايه، ممكن انيميا مثلا، شوف اي اس ار، الاقي اعمل سبيتوم اناليسز، حاجه اسمها ممكن اعمل تيبركلين تيست زي ما عارفين. الاشعه في عندنا شيست اكس راي، هلاقي بالمونري تي بي بيظهر في الاشعه تمام. الاكس راي ابدومين، هلاقي كالسيفايد ميزنتريك لينف نود، الاقي باريوم فولس رو،
الباريوم في الصروف شويه حاجات كده، بيقول لك حاجه اسمها رابيد ايفاكويشن اوف باريوم. الباريوم بيجري كده من الايه، من اللور ايليوم نتيجه الهايبر موبيليتي، نتيجه الهايبر موبيليتي، فالباريوم ما بيركنش في الايليوم، بيروح على طول ايه، بيجري من الايليوم، بيبقى مسميها رابيد ترانزيت، بيعمل حاجه اسمها الاسترلين، استرلين ساين، حاجه اسمها الاسترلين، استرلين ساين، بيبقى رابيد ترانزيت اوف باري اوف باريوم. تمام. طيب ده فيلير تو شو الباريوم، الباريوم مش هيعرف يظهر لي الايليوم والسيكم، تمام، والموست اوف اسينيك، لانه بيجري باريوم جامب، مش عارف ايه يصور لي كويس، ماشي. طيب هاي بوزيشن اوف سيكم، تبقى سب هيباتيك، وايدنج للاليوسيكال انجل، تقريبا قصده يعني علشان الشورتنج اوف اوف اي اوف كولون نتيجه للفايبروزس. يعني البايوبسي عن طريق ايه، اللابروسكوبيك او لابراتومي، تمام. طبعا البايوبسي هنبص على ايه، التي بي بس والله والكلام ده والالسر وكده، هنشوفها تحت ايه، تحت الايه الميكروسكوب، تشوف بايوبسي يعني، تمام. ده كده شكل الايه، الباريوم فولسترو اللي هو الايه، الاسترلين ساين في حاله الايه، الاسترلين ساين، تمام، في حاله الالسيراتيف تايب، الالسيراتيف تايب، وده شكله شكل الباريوم فولسترو في الهايبر بلاستيك ايه تايب، تمام، ماشي، الهايبر بلاستيك تايب. يبقى ده كده شكل الاسترلين ساين، وده شكل الايه، الباريوم فولسترو في الهايبر بلاستيك او الهايبر تروفيك تايب. التريتمنت في عندنا ميديكال وسيرجيكال. الميديكال اول كيسز شود ريسيف انتي تي بي دراج، ده ما فيش فيه كلام، ما انتي تي بي دراج. في حاجه اسمها السنتوريال ادميشن، السنتوريوم ادميشن دي تقريبا يعني زي مصحات او اماكن مخصصه كده بعلاج التي بي، شغل بقى، شغل بقى ايه، الشمس والاكل والهواء والميه والانتي تي بي دراج، بيوفر لهم زي ايه، ظروف معينه كده تقريبا يعني، اماكن معينه كده لعلاج، لعلاج الكلام ده، تمام. جود نيوتريشن وامبروف الجنرال كونديشن. طب وانتي تي بي دراج، انتي تي بي دراج ريفامبيسين، ايزونايزايد، البايرزانامايد. طيب السيرجيكال تريتمنت، امتى الجا للسيرجيكال تريتمنت؟ لو كان في ديفلوبمنتال كومبليكيشن زي مثلا اوبستراكشن او بيرفوريشن او فيستولا. هايبر بلاستيك تايب لازم، ما بعرفش افرقه من الكانسر، تمام، فديفكالت، فبعمل له ايه، بعمل له اوبريشن سيرجيكال تريتمنت. طيب البروسيدور، بشيل الحته اللي فيها مشكله، الديزيز سيجمنت بشيلها، تمام، بعملها ريسكشن وبعمل انستيموزس، تمام. طيب ممكن اعمل ايه يعني، اعمل رايت هيميكوليكتومي، بعد ما اشيل الرايت كولون، الرايت هيميكوليكتوم بيعمل ايه، بوصل الاليوم بالترانزفيرس ايه كولون، تمام، اليو ترانزفيرس انستيموزس، ماشي. طيب اول حاجه اسمها اليو ترانزفيرس كولوستومي دان، بعملها امتى؟ لو كان في ادهيجن، لو كان في اكستنسيف ادهيجن، تمام، يبقى اعمل رايت هيميكوليكتومي ويز اليو ترانزفيرس انستيموزس، بوصل اليوم، بوصل الاليوم بالترانزفيرس كولون، تمام. اليو ترانزفيرس كولوستومي بعملها امتى؟ لو كان في اكسسيف ادهيجن. الالسيراتيف تايب بيدخل في ديفرنشال دياجنوزس مع الكانسر سيكم والابنديكولار ماس، اما الهايبر بلاستيك تايب بيخش في ديفرنشال دياجنوزس مع الكرونز ديزيز والاكتينومايكوزس. هنا ده كده ايه، ده الانفستيجيشن بصفه عامه في التي بي، في التي بي بصفه عامه، ده كده الاسترلين ساين، اما ده الهايبر تروفيك تي بي. بيقول لك ممكن استخدمه دياجنوستيك لابروسكوبي في تشخيص الميكل دايفرتيكولام. احنا قلنا لو في حاله الهيرش سبرونج ديزيز، لو الاجانجليوزس، اجانجليوزس دي يعني واخده الانا كنال وجزء صغير من الركبه، بنسميها الترا شورت هيرش سبرونج ديزيز، اللي بعمل لها اللين اوبريشن. بيقول لك كمان تقريبا في الكومبليكيشن بتاعه الهيرش سبرونج بيبقى في اسوشيشن كده بيأثر على اليورينري بلادر. وانا بعمل اكزامينشن للهيرش سبرونج ديزيز ممكن الاقي ماس وفيزبل بيرستالسيس فروم رايت تو ليفت.